الخير على حضراتكم، حلقة جديدة من كلام في الميديا. قبل كل شيء عايزين نعزي أنفسنا، طبعا في ضحايا حادث معهد الأورام، ربنا يرحم يا رب جميع الضحايا ويغفر لهم يا رب، يسكنهم في سيح جناته ويصبر أهلهم ويصبرنا جميعا، ونتمنى كمان الشفاء العاجل لكل المصابين إثر هذا الحادث. يا رب دايما مصر تبقى في امن وسلام وما نشوفش حوادث باذن الله تاني. في نفس الاطار طبعا الكابتن محمود الخطيب ومجلس اداره النادي الاهلي بيعني حادث معهد الاورام وببالغ الحزن والاسى طبعا ضحايا هذا الانفجار امام معهد الاورام، تغمدهم الله بواسع رحمته والهم اسرهم الصبر والسلوان وكل التمنيات بالشفاء العاجل لجميع المصابين. ربنا يرحم الجميع يا رب ويشفي كل المصابين ان شاء الله. حادث اكيد كلنا متاثرين بيه، وان شاء الله باذن الله ما يكونش فيه حوادث اخرى، يكون دايما دايما الشعب المصري في امن وسلام كالعاده. طيب قبل ما نتكلم عندنا اخبار كتير جدا على الساحه الرياضيه المصريه وفيما يتعلق كمان بالنادي الاهلي. خليني اقول لحضراتكم ان الجزء الثاني من حلقه النهارده هينورني ويشرفني في الاستوديو الاستاذ عمر البنوبي الناقد الرياضي للحديث على ملفات عديده جدا جدا على الساحه الرياضيه المصريه، وبالتحديد كمان فيما يتعلق باخبار النادي الاهلي خلال هذه الفتره. كمان عندنا اخبار كتيره جدا جدا وموضوعات هنعلق عليها بشكل مفصل، بس خلينا الاهم نروح نشوف أبرز العناوين بتاعت حلقة النهاردة. يلا بينا. الخطيب للاعبي الأهلي، حلم المونديال يبدأ من وجهة اطلع بره. الأهلي يتلقى موافقة أمنية بحضور 10,000 مشجع أمام اطلع بره. طارق سليمان، مستعدون للتحديات المقبلة ونحترم جميع المنافسين. الشناوي وسليمان وأشرف ينتظمون في تدريبات الأهلي. طاقم حكام مصري لمباراة الأهلي وبيراميدز في الكأس. رغم الخسارة الصحف الإنجليزية تشيد بمحمد صلاح في مباراة الدرع الخيرية. وأغلى مدافع في التاريخ ماجواير إلى مانشستر يونايتد. طيب عندنا كلام كتير جدا في الحقيقة عايزين نتكلم فيه من خلال حلقة النهاردة، وأخبار متعددة سواء فيما يتعلق بالنادي الأهلي، وده أهم شيء بالنسبة لنا خلال الفترة دي، لأن الفريق قادم على تحديات مهمة جدا هتبتدي إن شاء الله بإذن الله من خلال يوم الحد القادم، بالتحديد يوم 11 أغسطس أول مباراة للنادي الأهلي في مشواره الأفريقي. هذا المشوار الهام واللي بينتظره كل الجماهير الأهلاوية. مش بس كده، عندنا كمان بعد أول مباراة بالتحديد مباراة أخرى في بطولة كأس مصر واستكمال لهذه البطولة اللي ابتدت الموسم اللي فات وتستكمل دلوقتي، ومن خلال مواجهة فريق بيراميدز في دور ال 16. كمان نتمنى كل التوفيق للنادي الأهلي في هذه المواجهة. بعد كده هنرجع نلاعب فريق اطلع بره في مباراة الإياب، المباراتين بشكل عام هيكونوا على استاد الجيش ببرج العرب، وبعد كده هيبقى عندك مباراة السوبر، بقيت طبعا مباراة كأس مصر إن شاء الله النادي الأهلي يوفق فيهم ويتأهل للأدوار البعيدة في كأس مصر وكمان إن شاء الله يفوز باللقب، وعندك مباراة السوبر مع الزمالك قبل انطلاق بطولة الدوري. تحديات كلها هامة بالنسبة للفريق الأول لكرة القدم. لكن في إطار مباراة الأهلي الأفريقية، خلاص تم تحديد 10,000 مشجع في مباراة الأهلي وفريق اطلع بره، فريق بطل جنوب السودان، وده من خلال يعني الكلام اللي قاله العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي، إن النادي خلاص تلقى موافقة رسمية من الجهات الأمنية بحضور 10,000 مشجع، إن شاء الله تكونوا بداية لأعداد أكبر فيما بعد يحضروا المباريات الأفريقية بشكل كامل لكل مختلف الأندية المصرية، وعايزين بإذن الله الحياة تعود للملاعب بالشكل الطبيعي، وخصوصا بعد تنظيم بطولة الأمم الأفريقية الأكثر من رائع من كل المسؤولين في الدولة. في الحقيقة عملوا لنا بطولة ممتازة ممتازة من ناحية تنظيمية، كرويا للأسف كنا سيئين جدا، لكن تنظيميا وده الأهم بالنسبة لبلدنا الحبيبة إن الأمور كلها خرجت بالشكل المطلوب والشكل الجيد جدا واللي أبهر العالم كله. فبالتالي بعد هذا التنظيم وبعد حضور الجماهير بشكل جيد جدا
ومن غير اي ازمات واي مشاكل، فخلاص باذن الله باذن الله دي هتكون خطوه 10,000 مشجع، خطوه لمزيد من المشجعين في المباريات المختلفه في الملاعب المصريه. المهندس او عفوا العميد محمد مرجان قال ان مباراه الاهلي واطلع بره هتقام يوم 11 اغسطس الجاري باستاد الجيش وبرج العرب بعدما اتفق الاهلي مع بطل جنوب السودان، وده خبر احنا كنا خلاص اتكلمنا فيه قبل كده. وكمان وجه المدير التنفيذي للنادي الاهلي الشكر لوزاره الداخليه على الجهود الكبيره التي قاموا بها في سبيل تامين دخول وخروج الجماهير والحفاظ على امنها، وخصوصا زي ما قلنا حضراتكم بعد الثقه الكبيره والشغل الكبير اللي كان متواجد في بطوله الامم الافريقيه. ده خبر من ضمن الاخبار الهامه جدا في الحقيقه. بشكل عام يعني الاستعدادات ماشيه بشكل كويس، سواء استعدادات امنيه وتنظيميه للمباراه واستعدادات فنيه، وده الاهم بقى بالنسبه لنا او بالنسبه لكل جماهير النادي الاهلي. البدايه دايما لازم تكون قويه، البدايه لازم تكون مناسبه جدا جدا، لان انت مقبل على بطوله بتفتقدها بقالك فتره، وعشان ترجع تحقق اللقب ده لازم يكون عندك اصرار وعزيمه بشكل كبير جدا من البدايات. البدايات هي مفتاح البطوله، لما تبتدي بشكل قوي النتيجه باذن الله باذن الله تكون كبيره، هتديك دفعه قويه، مش بس كده هتدي رساله لكل المنافسين على اللقب بان انت مركز، وهتخلي الناس كلها بتهاب من واجهه النادي الاهلي، وده امر طبيعي. لكن تهاب من واجهه النادي الاهلي لما يكون النادي الاهلي كمان قوي جدا جدا فنيا. وفي الحقيقه احنا عندنا قائمه متكامله من اللاعبين، القائمه الافريقيه اللي بالتحديد تم الاعتماد للنادي الاهلي قائمه مميزه جدا، وتم دراسه اللاعبين والاسماء اللي تم وضعهم في القائمه الافريقيه بمنتهى العنايه والدقه الكبيره من قبل الجهاز الفني بقياده مستر مارتين لاسارتي، وشاف احتياجاته ايه بالنسبه لكل المراكز، وشاف ازاي بالنسبه طبعا لاستراتيجيته الامور هتبقى ماشيه ازاي، فبناء عليه اختار اللاعبين اللي يكونوا معاه في بطوله دوري ابطال افريقيا. هم 26 لاعب، في انباء ان ممكن يوصلوا بعد كده ل 32 لاعب خلال نفس البطوله، لكن دي لسه انباء غير مؤكده، لكن حتى الان هم القائمه 30 لاعب، فانت بالنسبه لك لسه ناقص لك اربع اماكن ان شاء الله هتأيد فيهم بعض اللاعبين اللي ممكن يكونوا بيرجعوا من الاصابه، سواء نيدفيد، سعد سمير، ايضا محمد محمود، من الوارد ان يتم قيدهم وطبعا طبقا للرؤيه الفنيه للجهاز الفني. بالاضافه طبعا شيف اكرامي هو المصاب الوحيد اللي تم قيده في هذه القائمه. شيف اكرامي بقى ناقص له اسبوعين بالظبط بالظبط ويشارك في التدريبات الجماعيه عادي، فبالتالي انت ممكن تلجا للشيف اكرامي هيكون جاهز باذن الله فنيا وبدنيا بشكل كبير جدا، وخصوصا ان انت بتأيد ثلاث حراس مرمى، عندك محمد الشناوي وعندك علي لطفي بالاضافه طبعا لشريف اكرامي. الامور ماشيه بشكل كويس، النهارده الفريق بيواصل تدريباته على استاد مختار التتش، وكان من المفترض ان يكون في مباراه وديه، المباراه موجوده يا جماعه ولا الامور ماشيه ازاي؟ فبالتالي ايا كان مباراه وديه او تدريبات بالنسبه للنادي الاهلي، النادي الاهلي بيستعد بمنتهى القوه لمواجهه فريق اطلع بره، رغم ان الاسم ممكن ما يكونش اسم كبير خالص او اول مره نسمع عنه، اسم غريب كمان شويه، لكن في الحقيقه بداية هتكون مهمة جدا، والاستعداد أهم طبعا عشان إن شاء الله ما يكونش فيه أي استهتار، أي نوع من أنواع الاستهتار في مواجهة هذا الفريق، وإن شاء الله الجدية هي سمة النادي الأهلي. برضو من ضمن الأخبار المهمة، إنفانتينو يهنئ النادي الأهلي بالحصول على بطولة الدوري. إنفانتينو طبعا جاني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم من النادي الأهلي هنأ أو عفوا بالفيفا هنأ النادي الأهلي بمناسبة فوز الفريق الأول لكرة القدم بطولة الدوري الممتاز لموسم 2018-2019، ووجه إنفانتينو تهنئة لمجلس إدارة النادي الأهلي والجهاز الفني والطبي والإداري واللاعبين على ما حققوه من إنجاز بالاحتفاظ باللقب للموسم الرابع على التوالي. وفعلا النادي الأهلي عمل إنجاز كبير جدا جدا، وخص رئيس الاتحاد الدولي مجلس إدارة النادي الأهلي بالتهنئة والشكر على دوره في نشر الرسالة الإيجابية لكرة القدم وتعزيز قيمة اللعبة التي توحد كل شعوب العالم. قال كمان إنفانتينو في خطابه: سعدت بتتويج النادي الأهلي بطولة الدوري المصري 2018-2019، ويسعدني تهنئتكم باللقب الرابع لبطولة الدوري على التوالي، وهذا بلا شك نتيجة مجهود عمل شاق وكل شخص مشترك يمكنه الفخر بهذا الإنجاز العظيم. يعني كلام ورسالة تهنئة من إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي للنادي الاهلي بمناسبه الفوز ببطوله الدوري، وهي البطوله الاصعب في تاريخ النادي الاهلي في الحقيقه يعني، واكيد بنبارك لانفسنا مره ثانيه وثالثه وعشره كمان بالفوز بهذا اللقب، والكل طبعا جمهور النادي الاهلي. عشان نطمن على الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي خلينا سريعا نروح لزميلنا العزيز شريف شعبان مراسل قناه النادي. يا شريف مساء الفل عليك. الخير عليك الخير امين، تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، وكل سنه وانت طيب، اي فرحه خلاص على الابواب، كل سنه وانت طيب، وكل سنه وهم طيبين.
وانت طيب يا شريف، طمنا على الفريق وكواليس الاستعداد لمباراة فريق اطلع بره. خليني ابدأ لك جميل امير، يمكن التمرين في محاضرة الايام دي عاملين بالصلاة التركي وبالصلاة الخفيف. مفيش مباراة ودية يا شريف، بيتكلموا فيها عن شريف معايا؟ خلي بالك بهداف احد اعضاء النادي الاهلي السنة دي، مفيش هزار، افريقيا يا ابطال. الصوت عالي، اللعيبه كلها التفتت لهذا الصوت، يمكن ولا اغلى بكل جماهير النادي الاهلي، فانت مش هزار، افريقيا يا ابطال باذن الله يا رب، باذن الله يكون صبح خير على فريق النادي الاهلي، ومباراه تطلع بره يكون البدايه قويه باذن الله، عارف مين الاهلي باذن الله يحسب هذا اللقب الغالي، اللقب المعشوق لجميع الاهلاويه. خليني اقول لك ان من اجل التمرين والاعداد او التاهيل المستمر للشيف اكرامي والكابتن ناصر ماهر ومحمد محمود وسعد سمير وكريم نسبي، الكل شغال على طبعا الرجوع لعيب الملعب مره اخرى. الان امامي جدول محاضره يمكن بقى لنا حوالي 10 دقائق بيتكلم فيها الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره، والان بيتكلم فيها مستر الفرسي مدير فني للنادي الاهلي عن ماتش يطلع بره. الراجل جاب اتجاهات واتفرج على كذا مباراه للمنافس فريق، يعني برضه ما عندوش كره عشوائيه، منظم الى حد ما، حذرهم من الفريق وحذرهم من البدايات، لازم بدايه تكون قويه، شخصيه البطل تبان من البدايات علشان خاطر نبين للناس كلها ان احنا فعلا داخلين ناخد اللقب. يمكن المحاضره مستمره امامي زي ما قلت لك، يمكن النهارده كان اول يوم ليه غرف الملابس النهارده النادي الاهلي استعملها، ولاعيب النادي الاهلي كان يوم استعمال النهارده ليها، مش عاوز اقول لك الروح المعنويه والنفسيه فارقه قوي قوي معاهم، وهم يعني النهارده بيستعملوا هذه الغرف، اللعيبه بتقول احنا خلاص احنا حاسين ان احنا بنواكب دلوقتي، احنا لسه يعني احدث تطور في العالم، احنا لسه راجعين معصر من اسبانيا ما يقلش، ونزيد كمان التطور اللي حصل النهارده في النادي الاهلي، من جيم الناس اللي بتعمل ترويات قبل ما تنزل لي تمرين النادي الاهلي، يمكن الجيم الفيو بتاعه على الملعب على طول، اللاعب بيخش الجيم حتى الجهاز الفني شايفه من الازاز اللي حوالين الجيم، اجواء اوروبيه، اجواء تساعد اي لاعب على النجاح، باذن الله باذن الله يكون فتحه خير على النادي الاهلي، ويكون غرف الملابس فتحه خير على النادي الاهلي، ويكون موسم ولا اروع ولا اقوى، نفتحه وسيع على فيها بطولات، بطوله كاس مصر، بطوله افريقيا، بطوله الدوري المحتضر ايضا من جماهير النادي الاهلي. زي ما قلت لك الان المحاضره لسه شغاله امام المثلثات، بيحذر من البدايات، بيحذر من عدم التهاون مع اي خصمه، وبيتكلم الناس بتستثمر كل الفرص، نبين شخصيه البطل من اول مباراه، وزي ما قلت لك التاهيل مستمر لشريف اكرامي والناصر ماهر وكريم نجبت ومحمد محمود وسعد وسمير، يمكن ناصر ماهر بيتكلم في حوالي 72 ساعه ويكون موجود في الملعب، الباقي بقى ما بين اسبوعين ما بين ثلاث اسابيع من اقصى حاجه شهر باذن الله، وتلاقي كل المصابين موجودين في ارض الملعب باذن الله. طيب شريف، مدى اندماج اللاعبين الجدد في المران مع زملائهم من لاعبي النادي الاهلي، الامور واصله لحد فين بالنسبه لهم، وهل خلاص في حاله من الاندماج السريع ما بينهم وبين لاعبي النادي الاهلي؟ اتعمل لهم تيست يشوف قياس بدني يشوف الحاله بعاد ولا قريبين، مثلا اللاعب الافريقي كان بعيد نوعا ما فاتعمل له برنامج على طول عشان يخش مع لاعبي النادي الاهلي، وفعلا هو موجود في مع لاعبي النادي الاهلي، اكشر بتقول لي قصه مختلفه خالص، جاهزين تعمل لهم قياسات، القياسات بتقول الناس جاهزه في مستويات متقاربه جدا من لاعبي النادي الاهلي، على طول دخلوا التمرين، مش عاوز اقول لك امبارح النهارده، لا الشكل بيوحي باذن الله ان النادي الاهلي تعاقد مع لاعبين سوبر، مع باقي زملاء باذن الله يكونوا مساهمين بكل قوه للفوز بجميع بطولات الفتره الجايه. يا شريف انا بشكرك شكرا جزيلا، زميلنا العزيز شريف شعبان مراسل قناه الاهلي، وقال لنا كل التفاصيل الخاصه بفريق النادي الاهلي في اطار استعداده لمباراه فريق اطلع بره في مستهل المشوار الافريقي. نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي باذن الله في بدايه قويه تديله دفعه اقوى للفوز بهذا اللقب واعادته لدولاب بطولات النادي الاهلي، وهي الحقيقه بطوله كل الجماهير مستنياها بفارغ الصبر، ان شاء الله الفريق يكون موفق في تحقيق هذا اللقب. نروح لرايد النهارده، يلا بينا. المساء، الخطيب للاعبي الاهلي قبل التدريب، حلم المونديال يبدا من مواجهه اطلع بره، الجديه مطلوبه لعبور بطل جنوب السودان في بطوله دوري الابطال، بيبو افتتح غرفه الملابس الجديده للفريق، اطمأن على المصابين. مجله الاهلي، قائمه التحدي 26 لاعبا في مهمه استعاده الاميره، أربع لاعبين جدد في القائمة وأنباء عن زيادتها إلى 32، يناير ينتظر محمد محمود وندفد وسعد وصفقة جديدة. الجمهورية، الأهلي يستكشف قوة اطلع بره.
أخبار الرياضة، حتى لا يتكرر سيناريو النسخة الماضية من دوري الأبطال، اطلع بره تحفز لاعبي الأهلي قبل مواجهة بطل السودان. الأخبار، رأس الحربة، صداع مزمن في رأس لاسارتي، البحث عن مهاجم إفريقي بمواصفات استثنائية، ويوسف يؤكد صعوبة لقاء اطلع بره. الأخبار المسائي، انتظام الثلاثي سليمان والشناوي وأشرف. الشروق، الأهلي يرحب بمواجهة بيراميدز في الكأس منتصف أغسطس، محمد يوسف مواجهة اطلع بره صعبة لهذا السبب، اختيار القائمة الأفريقية جاء وفقا لاحتياجات الفريق، استثناء لاعبي شمال أفريقيا يخدم الأندية. أخبار الرياضة، لاسارتي ينفي شائعات فسخ التعاقد حتى التراضي. طيب كالعادة أخبار كتيرة جدا عن النادي الأهلي في صحف النهاردة، خلينا نبتدي بالمساء. المساء بتقول إيه؟ بتقول إن الكابتن محمود الخطيب اجتمع مع لاعبي النادي الأهلي قبل تدريبات الأمس واتكلم معاهم بخصوص الحلم المنتظر وهي بطولة دوري أبطال أفريقيا، وقال إن حلم المونديال، لأن طبعا أنت لما تكسب البطولة بتتأهل لكأس العالم للأندية، حلم المونديال يبدأ من مواجهة اطلع بره. قال كمان إن الجدية مطلوبة لعبور بطل جنوب السودان وعدم الاستهانة بهذا الفريق، لأن احنا مش عارفين كمان إمكانيات الفريق ده هتكون عاملة إزاي، لكن إن شاء الله الجدية أكيد سمة أساسية من سمات لاعبي النادي الأهلي في أي مباراة حتى لو مباراة ودية. كمان المسا بتتطرق لافتتاح غرفة الملابس الجديدة للفريق، وإن الكابتن محمود الخطيب كمان اطمأن على المصابين. احنا زي ما حضراتكم تابعتم امبارح من خلال شاشة قناة النادي الأهلي كان في تغطية لافتتاح غرف الملابس الجديدة للنادي الأهلي في المدرج الجديد اللي تم استخدامه أحسن استخدام من خلال مركز متكامل في كل احتياجات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سواء غرف ملابس، غرف جاكوزي، جيمونيزيوم، ساونا، أي حاجة، استشفى، أجهزة الاستشفى كمان موجودة، ودي لقطات طبعا من الافتتاح الأمس. الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي والجهاز الفني للفريق واللاعبين وأعضاء مجلس الإدارة كلهم كانوا متواجدين، والمهندس الاستشاري لمجلس إدارة النادي الأهلي كلهم كانوا موجودين، وكانت حاجة في الحقيقة تفرح جدا وخطوة مهمة جدا من الخطوات المساعدة لفوز النادي الأهلي بمختلف الألقاب والبطولات إن شاء الله خلال الفترة اللي جاية، وكمان خطوة مهمة في تفادي الإصابات. تبقى الإصابات عنصر من عناصر اللعبة وقضاء وقدر، لكن في نفس الوقت أنت بتحاول بقدر المستطاع أنك تتفادى الإصابات، وده شيء مهم جدا واشتغل عليه مجلس إدارة النادي الأهلي بعد السنة اللي فاتت اللي كان فيها إصابات كتيرة جدا، بخلاف طبعا اللقطات اللي حضراتكم شايفينها في الصورة دي. أرضية كمان استاد مختار التتش بقت أكثر من رائعة، وتم تطويرها وبيتم تطويرها كمان أكثر وأكثر، ودي كلها أمور بتساعد بشكل أو بآخر في تحقيق الأهداف المرجوة لكل الجماهير الأهلوية، فبالتالي ده أيضا كان حدث مهم جدا. طيب خلينا نروح لمجلة الأهلي، كلام مهم أوي من مجلة النادي الأهلي، بتقول إيه؟ بتقول قائمة التحدي 26 لاعبا في مهمة استعادة الأميرة، وكمان اربع لاعبين جدد في القايمه، وانباء عن زيادتها ل 32. احنا اتكلمنا في الحته دي ان في احتمال ان القايمه تزيد 32، لسه مفيش شيء مؤكد بهذا الموضوع او مفيش قرار نهائي يعني، واعتقد هيبقى شيء مهم في الحقيقه لو زادت ل 32. وكمان يناير ينتظر محمد محمود وندفد وسعد وصفقه جديده. طبعا حضراتكم عارفين ان ندفد وسعد سمير ومحمد محمود مش متواجدين في القائمه الافريقيه نظرا للاصابات المختلفه اللي عندهم، وان لسه في فتره عشان يرجعوا للتدريبات، حتى الفتره دي لو كانت اسبوعين ثلاثه لكل لعيب، يعني مثلا سعد سمير ثلاث اسابيع او اقل كمان قليلا دلوقتي، ومحمد محمود اربع اسابيع بالكثير قوي يشارك في التدريبات. كريم ندفد لسه الفتره بالنسبه له مش محدده، لكن هم لعيبه كبار جدا واكيد قائمه النادي الاهلي في حاجه اليهم بشكل كبير، لكن نظرا لاصابتهم تم استبعادهم، لكن ممكن انت تقدر تأيدهم ان شاء الله خلال الفتره القادمه. ومجلة الأهلي بتقول إن في صفقة جديدة. طالما مجلة الأهلي قالت إن في صفقة جديدة يبقى إن شاء الله أكيد هيكون في صفقة جديدة اللي هتكون مع محمد محمود وسعد سمير وكريم ندفد في القائمة الأفريقية، الأربع أماكن المتبقيين إن لم يصبحوا ست أماكن يعني حسب قرار الاتحاد الأفريقي النهائي بخصوص هذا الشأن. أيا كان مين المتواجد في القائمة الأفريقية، إحنا واثقين جدا جدا إن إحنا عندنا
لعيبه رجاله هيقدروا يجيبوا الجمهور النادي الاهلي بطوله دوري ابطال افريقيا ومن ثم التاهل كمان لكاس العالم للانديه. نتمنى لهم كل التوفيق. نروح للجمهوريه. الاهلي يستكشف قوه اطلع بره. احنا عارفين ان فريق اطلع بره غامض شويه، ما حدش عارف امكانياته الحقيقيه ايه، نقاط القوه عنده ونقاط الضعف ايه، لسه مش عارفين الكلام ده. احنا كنا اول مره اصلا نسمع على فريق اسمه اطلع بره، لكن اكيد ليه كل الاحترام والتقدير، وكل الاحترام والتقدير ده كمان موجود عند مين؟ عند الجهاز الفني واللاعبين بشكل كامل. فبالتالي بيتم استكشاف هذا الفريق في بعض اللقطات اللي ممكن تكون وصلت خلاص الجهاز الفني وتم دراستها بشكل مفصل، وفي كمان بعض المحاضرات النظريه من الجهاز الفني مع اللاعبين في اطار التحضير لهذه المباراه. لكن ان شاء الله باذن الله ايا كانت ايه هي قوه الفريق، باذن الله النادي الاهلي قادر بشكل كبير جدا على الفوز وتخطي العقبه الاولى، عقبه الدور التمهيدي من بطوله دوري ابطال افريقيا. نظريا الفريق مش قوي نظريا، يعني من خلال ان انت اول مره بتسمع عن اسمه وتقريبا اول مره يشارك في بطوله دوري ابطال افريقيا، او يعني اول مره حد يعني يعرف فريق اطلع بره ده. فنظريا المباراه سهله، لكن واقعيا انت مش عارف، ممكن يكون فريق قوي جدا، ممكن يكون عندهم بعض اللاعبين المميزين اللي ممكن يرجحوا الكفه لا قدر الله يعني، لكن في نفس الوقت انت لازم تعمل حسابهم بشكل كويس قوي 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 عشان تتفادى اي مفاجآت لا قدر الله. لا قدر الله باذن الله النادي الاهلي يتخطى هذه العقبه باذن الله ان شاء الله. نروح لاخبار الرياضه، واللي بتتكلم على برضه مباراه الاهلي وفريق اطلع بره، وهيفضل الحديث خلال الفتره الجايه عن هذه المباراه. بتقول ايه؟ اطلع بره تحفيز لاعبي الاهلي قبل مواجهه بطل السودان، هو بطل جنوب السودان في الحقيقه، وحتى لا يتكرر سيناريو النسخه الماضيه من دوري الابطال. هم قصدهم ايه؟ ان كلمه اطلع بره دي هتحفز الفريق ان هم يتخطوا المباراه وان هم يركزوا بشكل اكبر، لان كلمه اطلع بره دي ممكن تفكرك بان ايه؟ انت ممكن تطلع بره بطوله دوري ابطال افريقيا، فبالتالي هي الكلمه دي تحفيز. وده كلام الجهاز الفني واللاعبين مع بعض. الفرقه اسمها غريب شويه، البعض استغرب من الاسم شويه، كلنا في الحقيقه استغربنا، لكن انت خد الاسم ده كدافع، ودي ميزه من مميزات النادي الاهلي ان انت بتخلق لنفسك دوافع. مش هينفع ان زي ما اتكرر السنه اللي فاتت للاسف وخرجنا من بطوله دوري ابطال افريقيا، شيء باذن الله يكون مستبعد يعني انت تخرج من الادوار التمهيديه يعني، فلازم ان تكون عندك قدر كافي من الامور التحفيزيه اللي تقودك للفوز بالمباراه ومن ثم التاهل لدور ال 32. فباذن الله الامور تسير بالشكل الطبيعي. بيقول ايه؟ انك هتكسب المباراه وتقدر باذن الله كمان تكسب بيه نتيجه جيده جدا، ده الطبيعي. لكن في الكوره ما فيهاش الكلام ده، الكوره فيها امور كتيره جدا غير متوقعه ممكن ان تحدث، فيجب عليك ان تركز بشكل كبير جدا 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 عشان تتفادى هذه المفاجات اللي قد تحدث لا قدر الله يعني. هي تحصل في اي حته، المهم ما تحصلش مع النادي الاهلي. ماشي، نروح للاخبار. الاخبار بتقول ايه؟ رأس الحربة، صداع مزمن في رأس لاسيرتي. ماشي نكمل بس الخبر. البحث عن مهاجم افريقي بمواصفات استثنائيه، ويوسف يؤكد صعوبه لقاء اطلع بره. خلاص كابتن محمد يوسف اكد على صعوبه هذه المباراه، واحنا كمان اكدنا مع حضراتكم، الناس كلها بتاكد على صعوبه مباراه اطلع بره. لكن الكلام الدائم خلال الايام الحاليه الثلاث ايام السابقين وخلال الفتره الجايه كمان على ان في راس حربه النادي الاهلي بيدور عليه، مهاجم بمواصفات خاصه واستثنائيه. وارد ان يكون النادي الاهلي بيفكر في هذا الاتجاه، وارد جدا كمان، في اطار التدعيم صفوف الفريق، في اطار ايجاد منافسه اقوى في راس الحربه. في نفس الوقت وده شيء مؤكد ومش تجميل للوضع او للشكل يعني، دي حقيقه. انت عندك مهاجمين مميزين جدا، سواء صلاح محسن او وليد ازارو او مروان محسن، الثلاثه افضل من بعض، الثلاثه مهاجمين مميزين، كل واحد ليه مواصفات معينه بيتم اختيارهم طبقا في المباراه يعني طبقا لرؤيه مستر لاسيرتي والاستراتيجيه بتاعته في كل مباراه. فالثلاثه مميزين، ممكن انت تكون عايز تضيف ليهم عنصر كمان بمواصفات مختلفه عنهم شويه عشان تحقق اهداف بطرق متنوعه طبقا ايضا للرؤيه الفنيه للجهاز الفني. فهو ملف قد يكون في دماغ المسؤولين في النادي الاهلي ان هم يقرروا ان هم يتعاقدوا مع لعيب
مهاجم يكون سوبر ده أهم، وفي تريث في الملف ده بالتحديد، يعني أنت بتشوف المهاجم الأنسب اللي ممكن يكون إضافة للفريق وبالتالي تقدر تستغله بالشكل المناسب جدا في مبارياتك المختلفة والبطولات المختلفة. الكلام هيفضل متواصل على فكرة بخصوص الملف المهاجم الأجنبي، فعادي يعني هنعرف الحقيقة كلها لما النادي الأهلي ينتهي أو ينهي كل إجراءات التعاقد، إذا رغب النادي الأهلي في التعاقد مع مهاجم أجنبي. بالمناسبة كمان البعض يقول لك إيه، لا ما هو لازم النادي الأهلي يرغب في التعاقد مع مهاجم أجنبي، ما إحنا عندنا مهاجمين بيضيعوا فرص مثلا، مهاجمين مش موفقين شوية. أوكي هم ممكن يكونوا الفترة دي مش موفقين على فكرة، بس بإذن الله ممكن الفترة الجاية يكونوا موفقين جدا، فتنسى موضوع المهاجم الأجنبي اللي أنت عايزه ممكن يعني. لكن في نفس الوقت الجهاز الفني والمسؤولين في النادي الأهلي لجنة التخطيط للكرة دايما بيفكروا في إيه؟ بيفكروا في توفير كل الاحتياجات. أنا مش عايز أسيب شيء للصدفة أو شيء للتوقع إن ممكن المهاجمين الفترة الجاية يتألقوا جدا، إحنا عندنا مهاجمين مميزين لازم نركز على الحتة دي. أنا لا مش عايز أسيب شيء للصدفة، أنا أكمل قائمتي بالشكل القوي جدا جدا، والباقي بقى التوفيق من عند ربنا، وأعمل كل اللي عليا وكله من عند ربنا في النهاية إن إحنا نكون موفقين في تخطي كل العقبات في مختلف البطولات يعني. لكن لازم يكون في ثقة كبيرة، والثقة دي موجودة أكيد في كل المهاجمين في صفوف النادي الأهلي. طيب لكن هو برضو مفيش صداع ولا حاجة يعني، صداع مزمن في رأس الأساطير، لا مفيش صداع ولا حاجة، أنت عندك مهاجمين مميزين في النادي الأهلي. نروح الأخبار المسائي. انتظام الثلاثي سليمان والشناوي وأشرف. الثلاثي الدولي طبعا وليد سليمان ومحمد الشناوي وأيمن أشرف كانوا واخدين راحة إضافية بسبب مشاركتهم مع منتخب مصر في بطولة الأمم الأفريقية، وكمان عودتهم المشاركة مع النادي الأهلي في آخر مباراة الدوري سواء مباراة المقاولين العرب أو كمان مباراة الزمالك، فبالتالي ليهم راحة إضافية هيبتدوا يشاركوا في التدريبات خلاص بشكل طبيعي ومنتظم. نروح للشروق. الأهلي يرحب بمواجهة بيراميدز في كأس مصر منتصف أغسطس، واحنا عارفين المباراة خلاص تم تحديد موعد لها يوم 17 أغسطس الجاري، وهتتوسط مباراتي الأهلي مع فريق بطل جنوب السودان. محمد يوسف كمان بيتكلم قال ماتشين بتوع اطلع برا ماتشين صعبين جدا لأن الفريق يعتبر فريق مجهول بالنسبة لنا، وقال إن اختيار القائمة الأفريقية جاء وفقا لاحتياجات الفريق، وده اللي احنا اتكلمنا فيه مع حضراتكم في البداية، وعلق على النقطة بتاعت استثناء لاعبي شمال افريقيا يخدم الاندية، اللي هو انت عندك لعيب من شمال افريقيا تقدر تأيده كلاعب محلي، يعني انت دلوقتي واقعيا يبقى عندك خمس لاعبين اجانب في صفوف كل فريق في الدوري المصري، منهم لاعب لازم يكون من شمال افريقيا. هل معنى كده ان كل اللاعبين اللي انت جايبهم من شمال افريقيا يعتبروا لاعبين محليين؟ لا، تختار واحد منهم بس هو اللي يكون لاعب محلي، الباقي بيبقى لاعب اجنبي. هو بيقول ان الاقتراح ده هيخدم بشكل كبير جدا بطوله الدوري المصري والانديه المصريه بشكل عام. نروح لاخبار الرياضه، وعنوان شائك شويه وكلام كتير جدا في الجزئيه دي، بقى احنا عايزين نقفله، لازم نقفله. تقول لك ايه؟ لاسارتي ينفي شائعات فسخ التعاقد حتى ولو بالتراضي. طيب الفتره اللي فاتت البعض كان بيتكلم شويه ان لا مستر لاسارتي يا جماعه ما لا ما مش هو ده مستر لاسارتي، مش هو ده المدير الفني اللي يكون للنادي الاهلي او اللي يليق بالنادي الاهلي. البعض تكهن قال ان الكابتن محمود الخطيب ومسؤولين على الكره في النادي الاهلي بيفكروا ان هم يغيروا مستر لاسارتي، وكلام كتير جدا من هذا او في هذا الاتجاه يعني. لكن انت دلوقتي ايه الواقع اللي حصل؟ الراجل مكمل مع النادي الاهلي وموجود مع النادي الاهلي وجاب بطوله دوري صعبه جدا جدا. ممكن نتفق او نختلف مع بعض في موضوع المستوى والاداء وكلام من ده عادي، دي كوره وارد جدا، لكن في نفس الوقت هل الاهداف بتتحقق؟ حتى الان هدف اتحقق وهدف تم الاخفاق فيه، اللي تم الاخفاق فيه هي بطوله دوري ابطال افريقيا، لكن الهدف اللي اتحقق بمنتهى الصعوبه في ظل ظروف استثنائيه كبيره جدا هي بطوله الدوري، في ظل كمان ان الراجل جه في توقيت صعب جدا في شهر يناير بالتحديد، اول مباراه ليه كانت في اول يناير مع بيراميدز لو تفتكروا، وبعديها سموحه، ومباريات كلها كانت ورا بعض صعبه جدا ومختلف بطولات، يعني كانت بتلعب كل بطوله كل 48 ساعه يعني، فالظروف كانت صعبه. الراجل ما لحقش ان هو يعرف اللاعبين بشكل كويس، هل الفتره دي هو لحق ان يعرف اللاعبين بشكل كويس؟ طبعا من خلال معسكر اسباني. فبالتالي من المتوقع باذن الله ان مستر لاسارتي يكون إضافة قوية جدا جدا للنادي الأهلي بداية من الموسم الجديد. فبالتالي أيضا ممكن واحد يقول لك هو أهداف بس النادي الأهلي هي تتحقق وخلاص، لا احنا كجمهور أهلي اللي عايزين أداء، الأداء هيجي،
متاكد ان الاداء هيجي. ونرجع مع بعض شويه كده بالذاكره، مباراه المقاولين الاهلي كان عامل مباراه كبيره قوي، نتيجه واداء، مباراه كانت روعه. جيت بعديها ب 48 ساعه او كام يوم، ثلاث ايام تقريبا، لعبت الزمالك. فانت كنت حسمت اللقب خلاص، فكنت مركز انك تكسب الزمالك عشان الفرحه ما تبص شويه يعني. فالاداء كان للاسف مش الاداء الجيد جدا. ده ناتج عن ايه؟ ناتج عن انك خلاص خلصت وحققت الهدف الاساسي بالنسبه لك، هو فوز ببطوله الدوري، وان الدوافع بتختلف شويه من كل مباراه لاخرى في الحقيقه. فاحنا طبعا كل جماهير النادي الاهلي هدفهم او اهدافهم الفوز بالبطولات، وانك تشوف الفريق بيلعب بشكل مقنع وجيد. ده هيحصل الفتره الجايه باذن الله، باذن الله هيحصل. نتيجه لايه؟ نتيجه للاستقرار في الجهاز الفني. كان ممكن بسهوله قوي شيل يا عم الراجل، هات راجل تاني ونبتدي الكره او نبتدي الموضوع من الاول وجديد. هل ده هيكون في صالح النادي الاهلي؟ وهي وجهات نظر في الاول وفي الاخر، ممكن البعض يتفق والبعض يختلف، وكل الاحترام والتقدير لكل وجهات النظر، لكن في نفس الوقت منطقيه. لما تعيد الموضوع وتجيب مدير فني اجنبي، وكان اكيد هيكون التفكير ما كانش هيبقى في مدير فني وطني يعني. فلسه هيعرف اللعيبه من الاول، وما كانش معاهم في معسكر الاعداد، وما يعرفش الصفقات اللي هو عايزها ايه، وكل الكلام من ما كنتش برضه هتلاقي الشكل الاداء اللي انت كنت عايزه. فبالنسبه لك الافضل انك تدي الراجل فرصته كامله بعد فتره اعداد مناسبه قوي في اسبانيا، بعد المبو بكل الامور في القاره الافريقيه بشكل عام وفي الدوري المصري بشكل خاص، وبامكانيات كل اللاعبين في النادي الاهلي وطلباته واحتياجاته كمان اتنفذت، سواء من الناحيه الانشائيه زي ما شفنا لقطات الافتتاح ل طبعا المركز الخاص بالنادي الاهلي في اسفل المدرج الجديد، وسواء تدعيمات للفريق، كل ده حصل بناء على تنسيق مع لاسارتي ولجنه التخطيط للكره. فهو ده المنطقي وهو ده الصح اللي ربما باذن الله باذن الله يقود النادي الاهلي لبطولات والاداء منتظر من كل الجماهير الاهلاويه. انت بتعمل عليك والباقي ان شاء الله على اللاعبين، على ربنا طبعا في الاول وفي الاخر، واللاعبين يعملوا اللي عليهم ان شاء الله يكونوا موفقين، ومستر مارتين لاسارتي باذن الله يكون موفق، كل التوفيق مع النادي الاهلي خلال الفتره الجايه. عايزين نقفل بقى الملف ده خالص، مش هينفع خالص يتم الحديث كل يومين ثلاثه على موضوع مستر مارتين لاسارتي المدير الفني للنادي الاهلي خلال الفتره الطويله المقبله، ونتمنى له كل التوفيق مع النادي الاهلي. طيب دي كانت اخبار الاهلي في الصحف، اخبار الاهلي في المواقع ايه؟ خلينا نروح نشوف. الموقع الرسمي للنادي الاهلي، الاهلي واصل تدريباته اليوم استعدادا لبطل جنوب السودان. سوبر كوره، لاسارتي يطلب تقريرا عن بطل جنوب السودان قبل مواجهه 11 اغسطس. الشروق، برنامج بدني خاص لثلاثي الاهلي الدولي. الوفد، غموض اطلع بره يقلق مدرب الاهلي. الوطن سبورت، طارق سليمان مستعدون لتحديات المرحله المقبله ونحترم جميع المنافسين. فيتو، الاهلي يكشف تفاصيل اصابه ناصر ماهر. مبتدا، الاهلي يحسم مصير مؤمن زكريا. الموقع الرسمي للنادي الاهلي، فحص طبي لنصر ويارا لتحديد موعد عودتهما للتدريبات الجماعيه. بوابه الاهرام، مدرب شباب كره اليد بالاهلي، نسعى للفوز بالدوري والكاس بالموسم الجديد. نبتدي بالموقع الرسمي للنادي الاهلي، بيقول ان الفريق بيواصل استعداداته وتدريباته لمباراه جنوب السودان، واتكلمنا في الجزئيه دي بالتحديد، الاستعدادات سواء من خلال تدريبات بدنيه، تدريبات بالكره، تنفيذ بعض التدريبات التكتيكيه والخططيه في استاد مختار التتش، وكمان من خلال المحاضرات النظريه. محاضرات نظريه بتتعلق بايه هنا؟ انت الفريق مجهول شويه بالنسبه لك، بس انت تشتغل على امكانياتك انت وقوتك انت، عناصر القوه اللي عندك. فانت اكيد في محاضرات بالنسبه لفريق النادي الاهلي نظريه، من خلالها مستر مارتين لاسارتي بينقل الفكر اللي عايز يلعب بيه مباراه اطلع بره، والاستراتيجيه والشكل التكتيكي اللي هيلعب بيه النادي الاهلي هذه المباراه. ان شاء الله نتمنى لهم كل التوفيق. نروح للسوبر كوره، بتقول ايه؟
بتقول لاسارتي يطلب تقريرا عن بطل جنوب السودان قبل مواجهه 11 اغسطس او مباراه يوم 11 اغسطس. بالتالي مستر مارتين لاسارتي وده شيء طبيعي يعني طلب من معاونين ان احنا عايزين تقرير عن الفريق ده عشان نقف على نقاط القوه والضعف. خليني اقول لحضراتكم هي كلها عناوين تبقى استنتاجيه شويه نوعا ما يعني لان هتلاقي عناوين مكرره ان عايزين تقرير عن بطل جنوب السودان ده امكانياته الغموض الكلام من ده. مفيش حاجه اسمها كده دلوقتي. النادي الاهلي اكيد عارف كويس جدا ازاي يتعامل مع مباراه صعبه زي دي. صعبه طبعا. ممكن ظاهريا بالنسبه لك مباراه سهله لكن هي صعبه لان انت مش عارف قوه المنافس واصله لحد فين يعني. في نفس الوقت قدر ان هو يجيب فيديوهات يبصوا عليها اكيد يعني حصل يعني الكلام ده موجود يعني في النادي الاهلي وقدروا ان هم يعرفوا اهم النقاط المهمه لدى هذا الفريق سواء ايجابيه او سلبيه. كابتن سمير عدلي كمان مدير اداري النادي الاهلي تم تكليفه من قبل الكابتن سيد عبد الحفيظ باستقبال الفريق الجنوب السوداني وانهاء كل الاجراءات الخاصه بهم في المطار ومقر الاقامه الخاص بهم كمان في مصر. نروح للشروق. بتقول الشروق برنامج بدني خاص للثلاثي الاهلي الدولي وزي ما اتكلمنا مع حضراتكم محمد الشناوي وليد سليمان ايمن اشرف كان عندهم راحه اضافيه بالتالي بيعودوا للتدريبات مع الفريق بس اكيد ليهم برنامج بدني عشان يشاركوا في التدريبات بعد كده بشكل طبيعي. التدريبات الجماعيه مع النادي الاهلي هم الثلاث عناصر مهمه جدا جدا في صفوف النادي الاهلي. نروح للوفد. الوفد بتتكلم على ان غموض اطلع بره يقلق مدرب الاهلي. قلت لحضراتكم العناوين هتلاقيها متكرره في معظم المواقع والصحف المصريه خلال الفتره دي لكن واقعيا خلاص النادي الاهلي جهز نفسه لهذه المباراه بشكل كبير جدا. قصدهم على مدرب الاهلي اللي هو كابتن محمد يوسف والتصريحات اللي احنا تناولناها للكابتن محمد يوسف لكن كلنا ثقه كبيره جدا جدا ان شاء الله في الجهاز الفني وفي اللاعبين في تخطي هذه العقبه الصعبه. الوطن سبورت تصريح للكابتن طارق سليمان مدرب حراس مرمى النادي الاهلي مستعدون لتحديات المرحله المقبله ونحترم جميع المنافسين. زي ما حضراتكم عارفين طبعا في تحديات كبيره جدا للنادي الاهلي سواء محليا او افريقيا خلال المرحله المقبله. عندك دوري ابطال افريقيا وبدايه هذه البطوله، عندك كاس مصر ان شاء الله الفوز بهذا اللقب، وعندك بطوله السوبر كمان مع نادي الزمالك يوم 18/9 قبل بدايه الموسم او قبل بدايه بطوله الدوري بيوم بالظبط اللي هتبتدي يوم 19/9. فكلها تحديات زي ما قال كده الكابتن طارق سليمان مدرب حراس مرمى النادي الاهلي كلها تحديات مهمه جدا جدا بالنسبه للفريق وقال ان هم مركزين جدا جدا في الفوز بمختلف التحديات اللي هيواجهوها وبيحترموا كمان جميع المنافسين. ده في اطار ايضا الحديث على فريق اطلع بره. نروح لفيتو. الاهلي يكشف تفاصيل اصابه ناصر الماهر. ناصر الماهر عنده يا جماعه الام بسيطه كده في الحوض، اصابه بسيطه في الحوض فبالتالي كان بيغيب عن التدريبات، بالتالي هيكون ليه برنامج تاهيلي قبل العوده للمشاركه في التدريبات الجماعيه. الامور كويسه جدا بالنسبه لناصر ماهر ان شاء الله يعود من الاصابه سريعا عشان ينضم لزملائه في التدريبات الجماعيه. بالتالي كلام ايضا كتير على بعض اللاعبين الاخرين. نروح لمبتدا تقول ايه. الاهلي يحسم مصير مؤمن زكريا. بشكل عام يا جماعه بشكل عام خلال ايام قليله جدا امبارح قلت لحضراتكم الكلام ده خلال 3 ايام او 4 ايام، النهارده بقول لكم خلال يومين او 3 النادي الاهلي هيحسم كل التفاصيل الخاصه بالقائمه المحليه بالتحديد واستغناءات عن بعض اللاعبين اعاره البعض الاخر كلها ملفات على طاوله الجهاز الفني للنادي الاهلي وبيتم دراستها. فالكلام كتير شويه على مؤمن زكريا. هيتم معرفه الحقيقه وهيتم معرفه نهايه القصه سواء باستمرار مؤمن زكريا مع النادي الاهلي، بيع مؤمن زكريا، اعاره مؤمن زكريا، كلها امور متروكه للجهاز الفني. لكن التكهنات كتير شويه خلال الايام السابقه. هنعرف المصير النهائي بتاع مؤمن زكريا خلال ايام قليله جدا مقبله ان شاء الله باذن الله، سواء مؤمن بقى او غيره يعني عشان كلام كتير يقول مؤمن مش مقيد افريقيا، طب ما مؤمن مصاب، مؤمن بقى له فتره كبيره بعيد عن الملاعب، كلها امور منطقيه يعني. طب ما هو سعد سمير ما تأيدش وهو مصاب. ندفد محمد محمود نفس الموضوع بس هو عشان اسمه مؤمن زكريا لعيب كبير طبعا ومحترم فممكن البعض يستنتج استنتاجات قد تكون واقعيه وقد تكون غير واقعيه وقد تكون غير صحيحه. هنعرف النهايه ايه او هنعرف الخبر اليقين ايه من خلال اعلان النادي الاهلي خلال ايام قليله قادمه بخصوص الراحلين عن صفوف النادي الاهلي. قد يكون النادي الاهلي في احتياج لمؤمن زكريا بالتالي يستمر. قد يكون النادي الاهلي في احتياج لبعض العناصر اللي انت ممكن تكون من دماغك انت بتفكر ان دول هيمشوا من النادي الاهلي فبالتالي يستمروا. كلها رؤى للجهاز الفني وهو ادرى واحد
سواء المستر لاسارتي او جهازه المعاون ولجنه التخطيط للكره بالنادي الاهلي مع الكابتن محمود الخطيب هم الادرى بمصلحه الفريق بالاحتياجات باللاعبين الانسب اللي يكونوا متواجدين مع النادي الاهلي خلال الفتره الحاليه او القادمه كمان، فبالتالي الامر كله متروك ليهم وكلنا ثقه كبيره جدا في قراراتهم. طيب نروح لاخبار مختلفه عن كره القدم شويه وده شيء مهم جدا في الحقيقه، نروح للموقع الرسمي للنادي الاهلي واللي بيقول ان في فحص طبي لنصرة ويارا لتحديد موعد عودتهما للتدريبات الجماعيه. نصر عيد اللي هي في الصوره مع حضراتكم دلوقتي دي احد ابرز اللاعبين في سيدات كره اليد بالنادي، يعني عندها اصابه كده كانت عملت جراحه في احدى اصبع يديها، فبالتالي عندها بعض التدريبات التاهيليه نسبيا والعلاجيه في اشعه هتتعمل ليها عشان يعرفوا مدى تطور الحاله بالنسبه لها وموعد المشاركه في التدريبات بشكل طبيعي. ده بالنسبه لنصرة عيد. بالنسبه ليارا شحاته، يارا شحاته كان عندها قطع في الرباط الصليبي فبالتالي ايضا ليها اشعه، الاشعه دي هتعرف مدى تلاؤم او التئام الرباط ومدى الامور بالنسبه لها في الركبه ماشيه ازاي وامتى تعود للتدريبات الجماعيه كمان مع سيدات كره اليد بالنادي الاهلي. نتمنى لهم العوده لان اثنين لاعبات مهمين جدا في صفوف النادي الاهلي لكره اليد سيدات. نروح لبوابه الاهرام، مدرب شباب كره اليد بالاهلي ناس على الفوز بالدوري والكاس بالموسم الجديد كابتن محمد يحيى المدرب لشباب كره اليد للنادي الاهلي قال ان احنا بنسعى للجمع ما بين الثنائيه طبعا بطوله الدوري وبطوله الكاس، قال ان احنا عندنا عناصر مميزه جدا منهم اللي هم خلاص متواجدين دلوقتي مع الفريق الاول لكره اليد بالنادي الاهلي، واحنا من ضمن اهدافنا كمان بخلاف الفوز بالبطولات ان احنا نحاول نجد عناصر مميزه تضيف للفريق الاول لكره اليد بالنادي الاهلي، وهم في الحقيقه بيعملوا مجهود كبير جدا. وعلى فكره عندنا 5 لعيبه من النادي الاهلي كانوا متواجدين في كاس العالم للشباب اللي مصر حققت فيه ميداليه البرونزيه، فيعني مطمنين بشكل كبير جدا على مستقبل كره اليد رجال بالنادي الاهلي وسيدات بالمناسبه برضو سيدات يد النادي الاهلي مميزين جدا ان شاء الله، نتمنى لهم كل التوفيق. طيب دي كانت اهم وابرز الاخبار الخاصه بالنادي الاهلي سواء في الصحف او في المواقع، نروح نشوف بقى اهم الاخبار المحليه والعالميه، يلا بينا. فيتو وفد الفيفا يزور اليوم اتحاد الكرة لحسم تعيين اللجنة المؤقتة. البوابة سبورت الجبلية ترفض طلب الرباعي الأفريقي خوفا من الأزمات. الفجر الرياضي غريب ينفي تعارض إعداد المنتخب الأولمبي مع مواعيد الدوري والكأس. يلا كورة النحاس يكشف 5 أسماء يرحب بالتواجد كمدرب عام مع أي منهم بجهاز المنتخب. سوبر كورة شوقي غريب استاد القاهرة يستضيف مباريات المنتخب الأولمبي. فيتو أبو الوفا راض عن أدائي في مجلس الجبلية وعودتي قريبة. سوبر كورة طاقم حكام مصري لمباراة الأهلي وبيراميدز في الكأس. اليوم السابع رحلة حج هدية من اتحاد الكرة للموظف المثالي. سوبر كورة الصحافة الإنجليزية تشيد بأداء محمد صلاح في مباراة الدرع الخيرية رغم الهزيمة. في الجول تقرير يوناني وردة مطلوب في قبرص. اليوم السابع 96 ساعة تحسب مصير محمد النني مع أرسنال. يلا كورة فضيحة رادس اختار جديد من كاف للاتحاد التونسي بشأن مباراة الترجي والوداد. كورة الإصابة تضرب ميسي في مرانو الأول مع برشلونة. يلا كورة رسميا أغلى مدافع في التاريخ ماجواير إلى مانشستر يونايتد. سبورت 360 ريال مدريد يقدم عرضا ضئيلا للتوقيع مع بوجبا. اس عربي تقارير صفقة تبادلية بين يوفنتوس ومانشستر سيتي. جول ليفربول قريب من ضم حارس ويست هام السابق، انضم رسميا خلاص. بطولات رونالدو يتحدث عن طريقة احتفاله بالأهداف ويختار الهدف الأفضل في مسيرته. 1-3 زينت يفكر في بيع مالكوم.
منورني وشرفني في الاستوديو صديقي العزيز والناقد الرياضي الكبير استاذ عمر البنوبي. يا عمر ببقى سعيد جدا ان انت معايا. اهلا بك يا امير. انا اسعد والله العظيم حبيبي. اخبارك ايه؟ كله زي الفل الحمد لله. ماشي كويس؟ كله كويس. طيب هنتكلم عن حاجات كتير جدا جدا والفقره دي بتبقى جريئه شويه. صح شويه. طيب هنبتدي بالنادي الاهلي طبعا واستعداداته لمباراه فريق اطلع بره. كيف ترى الاستعدادات وخصوصا ان انت مقبل على تحديات مختلفه؟ عندك افريقيا، كاس مصر، افريقيا، سوبر دوري. انا شايف انه برضو عارف بحب كده اسمع كلام اتحاد الكوره وبعدين في الاخر ما صدقهمش. يعني في موضوع ضغط المباريات والحاجات دي برضو مازال لسه الموسم اللي فات بيلقي بظلاله على الموسم الجديد. انه انا المفروض بستعد الموسم الجديد. اعلنوا انه هيبتدي يوم 18 سبتمبر اللي جاي بمباراه السوبر ثم 19 سبتمبر بدايه الدوري. لكن انا برضو لسه مضغوط في الفتره اللي قبلها بمباريات كاس مصر. فكرة ان مباريات كاس مصر بتتأجل لحد الفترة اللي احنا فيها دي. وانا شايف كان ممكن يبقى لها مكان السنة اللي فاتت، لكن موضوع البطولة العربية والحاجات دي هي اللي بوظت الدنيا شوية في جدول المباريات. فاعتقد انه الاهلي برضو هقدر برضو هقول ما خدش راحة. يعني المعسكر بتاع اسبانيا كان جاي في وقت كويس، لكن طبعا كان في لعيبه موجوده مع منتخب مصر. معسكر خلص، رجعت بستعد بقى لمباريات سواء في الدور التمهيدي لبطوله دوري ابطال افريقيا او مباريات كاس مصر. عندي مباراه قدام بيراميدز. كان بيراميدز زمان مش زي بيراميدز دلوقتي والوضع مختلف تماما، لكن في النهايه مباراه رسميه. في النهايه الاهلي لو داخل بطوله بيبقى داخل علشان هينافس على البطوله دي. صح. علشان هدفه انه يحقق البطوله. صح. فطبيعي انه الاهلي هيستعد بقوه لمباراه اطلع بره فريق جنوب السودان. اعتقد المباراتين خلاص بشكل نهائي هيتلعبوا هنا في مصر، وده ميزه نسبيه للنادي الاهلي. كمان انا شايف انه كان حل بمناسبه التعليق على الحته دي، ده حل مناسب جدا للفرق الصغيره اللي زي دي. اتحاد جنوب السودان ده اتحاد ناشئ جديد جدا. بيحاولوا يبقى لهم دور ومشاركه ويحتكوا بالفرق الكبيره في افريقيا زي النادي الاهلي، ففرصه ان هم يبقوا موجودين احسن من انه يقول هلعب وينسحب زي ما كان بيحصل زمان. صح. في بطوله افريقيا الفرق الصغيره كانت بتيجي قدام الاهلي وتنسحب، لانه او الاهلي او الزمالك او اي مباراه في مصر مش معاهم تكاليف الانتقال ولا المصاريف الكتير اللي ممكن يتكبدوها علشان يقدروا يلعبوا مباراه بره ارضهم ويرجعوا مره تانية. لسه افريقيا محتاجه شغل كتير في تطوير كره القدم، وده دليل على برضه الموقف اللي احنا بنشوفه ده. يمكن نادي الاهلي بيستوعب حاجه زي كده، بيقدر انه يتعامل مع الموقف بسهوله. يعني طيب شايف ازاي قائمه النادي الاهلي الافريقيه؟ وخلاص المباراه يوم 11 اغسطس اول مباراه في البطوله الافريقيه، شايف القائمه مناسبه في ظل تدعيمات جديده، عوده بعض اللاعبين من الاصابات، تالق بعض اللاعبين في الفتره السابقه وحسم بطوله الدوري؟ انا شايف انه القائمه في النهايه حق الجهاز الفني، هو اختار. شايف انه احتياجاته تم تلبيتها عن طريق مجلس الاداره ولجنه التخطيط الخاصه بكره القدم برئاسه الكابتن محمود الخطيب. لعيبه كتير جت جديده، اعتقد انه اختار القائمه على اساس المراكز اللي كانت محتاجه تدعم في البطوله اللي فاتت. صح. وكان فيها بعض القصور. اعتقد انه يعني النادي الاهلي حاليا بالقائمه اللي موجوده وباللعيبه اللي موجوده الجديده مفيش قصور في اي مركز. حتى خط الهجوم الناس انا شايف تحامل شديد قوي على اللعيبه. يعني الفكره نفسها، طيب على اي اساس عندك وليد ازارو حتى وان لم يكن موفق في الفتره الاخيره، لكن هو كان هداف الدوري قبل كده. طيب مروان محسن انت برضو لما تعاقدت معاه كان هداف الدوري، ولما كان معاك مش وحش. مروان محسن لعيب منتخب مصر، لعب كاس عالم ورجع ولعب امم افريقيا برضه هو في النادي الاهلي اساسي منتخب مصر. يعني هو مدير فني اجنبي مقتنع بيه جدا. بالظبط. يعني لو شفنا هيكتور كوبر اتكلم عليه كويس. طبعا. شفنا خافير اجيري مهما كانت تحفظاتنا في النهايه راجل مهاجم منتخب مصر. صح. انا شايف انه بقى في تحامل شديد من بعض الجماهير، ممكن تكون بدافع الحب للعيبه وللنادي الاهلي، انه شايفه انه لا محتاجين اكتر من كده. لكن انا شايف انه لا، سيبوا الناس بقى تشتغل شويه. انه عندك مجموعه لعيبه قويه جدا موجوده دلوقتي. صفقات انا شايف انه يعني من سنه 2005 الاهلي ما عملش ميركاتو بالقوه والاسماء والقيمه الفنيه الكبيره اللي موجوده دلوقتي. ميركاتو على مرحلتين، في يناير السابق في يناير ودلوقتي. واداره التسويق شغل يعني الناس بتسلم بعض حتى في الشغل. صح. شفنا المهندس عادل القيعي، شفنا عصام سراج، شفنا كابتن محمد فضل، مع حفظ الالقاب للجميع طبعا نهايه بامير توفيق وبيأدي بشكل كويس. طبعا. فالحقيقه الاهلي كوادر عنده تقدر تشتغل بنفس المنهج بتاع النادي الاهلي طول الوقت. يعني انا شايف بالعكس السنه اللي فاتت كلها بتاكد انه ثوابت النادي الاهلي هي اللي عاشت.
يعني صح. كل المتغيرات اللي جت على الكره المصريه في السنه اللي فاتت دي اختفت تاني، ما قدرتش تصمد قدام تاريخ النادي الاهلي وثوابت النادي الاهلي اللي تمسك بيها مجلس الاداره برئاسه الكابتن محمود الخطيب. دي حاجه مهمه جدا، التمسك بهذه الثوابت انتقادات كبيره، ويقولوا الوضع بيتغير، يقولوا الوضع بيتغير والدنيا بتتغير والنادي محتاج فلوس. محتاج فلوس في ايه؟ يعني انا شايف انه لو اتكلمنا على السنه اللي فاتت ولحد دلوقتي، اللعيبه اللي انت محتاجها جبتها، لما السوق كانت ارقامه عاليه انت قدرت تواجه ده وقدرت ان انت تجيب احتياجاتك، ولما السوق ابتدى ينضبط شويه برضه بتجيب احتياجاتك، وانت اللي باقي وانت بطل الدوري. يعني لو كان حد السنه اللي فاتت زي دلوقتي بتساله مين هيبقى بطل الدوري يقول لك الموضوع صعب والاهلي ظروفه والفرقه والوضع، لكن في النهايه في ناس كانت عارفه ان السنه دي هتنتهي او الموسم ده هينتهي والاهلي بطل الدوري، لانه في النهايه الثوابت هي اللي بتعيش. صح. فده كان موقف مختلف تماما، ويمكن اول مره يتعرض له الكره المصريه والنادي الاهلي. صح. طيب، يعني اكيد شيء مميز دائما مجلس اداره النادي الاهلي، من ضمن الامور اللي بتساعد بشكل كبير جدا على تطوير الفريق فنيا وبدنيا، وكل سبل الراحه اللي تم توفيرها من خلال المدرج الجديد، واسفل المدرج ده بالتحديد مركز متكامل في كل احتياجات الفريق الاول لكره القدم النادي الاهلي. وامبارح اكيد انت تابعت الاحتفال من خلال شاشه قناه النادي الاهلي وهذا الافتتاح المهم، تعقيبك ايه؟ يعني انا شايف انه لو برضو نرجع شويه بالذاكره، كان طلبات الهولندي مارتن يول لما كان بيتولى تدريب فعلا النادي الاهلي اللي مجلس الاداره الحالي عمله فعلا. يعني الحقيقه لما يكون عندك مدرب طبعا بقيمه مارتن يول واسم كبير زي ده، اللقطه دي عليك عليها ايه الاول؟ اللقطه دي قبل ما نكمل كلامك، يعني لما نشوف الطريقه حتى اللي بيتعامل بيها كابتن محمود الخطيب والحوار والاسرتي والحاله، شوف بص على الحاله اللي بينهم اللي بينهم، يعني تقول بالظبط الحاله اللي بين المدير الفني ورئيس النادي وفي النهايه ورئيس لجنه التخطيط لكره القدم، يعني الصوره مش محتاجه تعليق. فكره انه لاسارتي يمشي او يقعد، طلع كلام كتير يا عمر وانت اكيد تابعت، متنرفز واتخانق وساب الاجتماع ومشي وكلام ماشي، قد يكون في زميل بيجتهد في مصدره وبيقول الكلام ده وحقه يجتهد، بس احنا لازم نوضح برضه الصوره بترد. وفي نفس الوقت تحديدا في الجزئيه بتاعه مارتن لاسارتي، مارتن لاسارتي مدرب هو اول مره يشتغل في القاره الافريقيه، فعلا طبيعي هيكون لسه عنده نوع من التعرف على الاجواء، هيشوف الدنيا هنا في كره القدم ماشيه ازاي، هيعرف الفرق ما بين انت لما بتلعب بجمهور في بطولات افريقيا وان انت لما بتلعب في البطوله المحليه بدون طبعا جمهور، وده في سبيله انه يتغير ان شاء الله الفتره اللي جايه. ابتدى يعرف قيمه النادي الاهلي ايه في افريقيا. انا شايف على عكس بعض الاراء المتحامله جدا على مارتن لاسارتي، انا شايف ان في اداء لعيبه كتير اتطور بشكل فردي صح، والفريق بشكل جماعي تحت قيادته، رغم انه كان في اخفاقات او نتائج سلبيه حصلت منها نتيجه ماتش صن داونز الكبيره اكيد، لكن في النهايه في مراجعه لما يكون موجود لجنه تخطيط فيها اسماء زي كابتن محمود الخطيب، كابتن طه اسماعيل، كابتن زكريا ناصف، كابتن خالد بيبو، من اجيال لو لاحظت تشكيل اللجنه نفسه من اجيال مختلفه بوجهات نظر كلها في النهايه هتلتقي على طاوله واحده او ترابيزه واحده لصالح فريق الكره. وفكره انه زي ما في اوروبا تكنيكال دايركتور بيبقى فيه رؤيه للفريق ورؤيه لقطاع كره القدم، ما هو ده اللي بيحصل مع اختلاف المسميات، لكن في النهايه المدرب اخذ كل دعم وعنده اللعيبه اللي كان محتاجها وهو نفسه عنده الامكانيات الفنيه الكويسه والمراكز اتدعمت بشكل كبير. صح. انا شايف انه اهم نقطه فكره تطوير اللاعبين، احنا كان عندنا لعيبه في النادي الاهلي لمواسم طويله بينتقدوا ومعاهم مدربين قد يكونوا مقتنعين بيهم لكن في النهايه مش قادرين يطوروا ادائهم. ما نقول امثله عمر، يعني زي كريم نيدفيد، كريم نيدفيد كان معانا مداخله من 3-4 ايام سخريه، هو اعترف نفسه في مداخله معانا من 3-4 ايام اعترف ان الراجل طور جدا جدا من ادائه، وده واضح على كريم نيدفيد خلال الموسم اللي لو شفت دور المجموعات الراجل جاب جوان وجاب اداء كريم نيدفيد في دور المجموعات وفي بطوله افريقيا كان حاجه ممتازه جدا وبتاكد ان كريم لا عنده كمان اكتر من كده. ويمكن بيعجبني كريم نيدفيد انه عمره ما رد على انتقادات فعلا، ولا تاثر بالسخريه والكوميكس والجو الجديد بتاع السوشيال ميديا ده، هو ما بيتاثرش بيه. لو شفنا فرق اداء كريم نيدفيد في فتره مثلا الكابتن حسام البدري وأداؤه دلوقتي، يمكن حتى أداء كريم نيدفيد حتى مع كارتيرون برضو كان كارتيرون له جزء في رجوع كريم نيدفيد للصورة بالشكل ده، لكن الأداء فعليا تطور. فأنا شايف أنه ياخد فرصة
السنه الجايه والسيزون الجديد عنده اكتر من بطوله هينافس عليها. هنا يبان بقى شغل مستر مارتن لاسارتي في الملعب، اللي الجمهور عاوز يشوفه هيشوفه تقدر تقيمه بقى، لانه الظروف كمان نفسها ابتدت تبقى شويه اقرب الى الظروف الطبيعيه للدوري وللتنافس والاريحيه في التعامل، وانه انت اللعيبه اللي طلبتها كلها بقت موجوده. انا ممكن اجي احاسب المدير الفني بنهايه الموسم اللي فات ويقول لي انا اخذت الدوري رغم ان انا كان عندي لعيبه ناقصه وكنت محتاج لعيبه وعندي اصابات وجيت متأخر كتير وعدم انتظام المسابقه وكنت متاخر وفي النهايه اخذت الدوري. لكن لا، انا عندي طموحات اكبر من كده، وعندي طموح ان انا انافس على بطوله دوري ابطال افريقيا وانه انا ارجع تاني لمنصه التتويج. بطوله دوري ابطال افريقيا كمان لها وضع خاص، السنه الجايه بطوله إذا ما كنتش أنت الأفضل على أرض الملعب مش هتكسبها طبعا، لأنه ظروف الاتحاد الأفريقي اللي احنا شايفينها الفترة دي بتقول أنه البطولة دي محتاجة فريق زي الأهلي ما كان بيعمل سنة 2005 و2006 و2008 و2012 يكون هو أحسن فريق في البطولة بحيث ما فيش حد يقدر يقف قدامه. أنا شايف كده، يعني ده يمكن رأيي أنا الشخصي. أنا شايف أن البطولة ما بقتش بتحسم يعني فكرة الانتظار لقرارات لجنة المسابقات في الاتحاد الأفريقي أو لجنة الحكام أو الاتحاد الأفريقي، هنتكلم عليها هتبقى الحكاية صعبة. فأنا شايف أنه لازم تكون أنت أفضل فريق فعلا على أرض الملعب عشان تحسم بطولة أفريقيا اللي جاية. ده اللي هيحصل بإذن الله. نرجع بقى للمدرج الجديد وهذا الافتتاح ورأيك فيه. أنا رأيي أنه الحقيقة حاجة طبيعية بالنسبة للنادي الأهلي. أنا شايف النادي الأهلي دايما رائد في تطوير كرة القدم المصرية، حتى يعني هو بيطور عنده وبقية الأندية بتبتدي أن هي تعمل زي النادي الأهلي. أتمنى أنه اللي موجود في النادي الأهلي ده يكون موجود في بقية الأندية في مصر كمان، نشوف يعني نوع من رفع كفاءة المنشآت والبنية التحتية في الرياضة المصرية بالكامل. لكن في النهاية بنبص للنادي الأهلي ونشوف كابتن محمود الخطيب ومجلس الإدارة وهم بيفتتحوا صرح زي ده تم حتى في هدوء، يعني ما افتكرش ان حد سمع عن انه بيجري تطوير في المدرج. دي وفي النادي الاهلي بصراحه لا، انت النهارده بتشوف قناه النادي الاهلي بتنقل لك افتتاح مكان يليق فعلا باسم النادي الاهلي. يعني عجبتني مثلا كلمه عضو مجلس الاداره استاذ محمد الجرحي لما اتكلم بيقول مسيره التطوير اللي بدات دي علشان الاهلي يبقى في مصاف الانديه العالميه اللي هو منها اصلا، لازم يتعمل ما يليق بالنادي الاهلي. فالحقيقه الكلمه كانت جميله، وانا شايف ان هي تجسيد للواقع اللي احنا شايفينه قدامنا دلوقتي. يعني لما اللعيب يبقى عنده البنيه التحتيه او الادوات المساعده له على انه يطلع افضل ما عنده، انه يكون في اجواء فيها اريحيه انه يلعب كوره بس يركز في الكوره بس، دي لوحدها حاجة ممتازة من مجلس إدارة النادي الأهلي. لأنه لو بصيت على معظم الأندية مش متوفر لها ملعب التدريب اللي يبقى عندك، مش متوفر لها الإمكانيات اللي عندك، دي بتفرق كتير إيجابيا لصالح فريق الكرة. وأنا شايف كمان أنه زي ما نرجع بالكلام شوية، أنه لما جه مارتن يول هنا أول حاجة طلبها اللي الأهلي بيعمله دلوقتي ده. هو الميزة كمان يا عمر، الميزة في النادي الأهلي ومجلس الإدارة في الحقيقة إن هما دلوقتي بيشوفوا النواقص اللي عندي إيه كنادي، وبعالجها وبطورها وبشتغل على طول فيها، فاهم قصدي؟ ففي دي ميزة مهمة جدا. ممكن البعض يقول لك إيه، أنا اسمي النادي الأهلي، باسمي ممكن أقدر أحسم بطولات وأقدر أخلص ماتشات الكلام من ده، لكن واقعيا لا، أنت محتاج كل هذه الأمور اللي إحنا شفناها على الشاشة دلوقتي عشان تكون جاهز بشكل كامل لأي تحدي أنت هتخوضه يعني. صح، لا ده كلام سليم. والحقيقة يعني لو اتكلمنا عن أنه فكرة أنا اسمي النادي الأهلي، أنت اسمك أكبر طبعا نادي في القارة وفي الشرق الأوسط، لكن في النهاية لو أنت مش بتتطور هتلاقي الأمور بترجع معاك لورا. يعني لو شفنا أكبر الأندية في إنجلترا، أستون فيلا من أعرق أربع أندية في إنجلترا، لكن جه فترة ما قدرش يواكب التطور اللي موجود ويعني طريقة الإدارة اللي موجودة لأندية البريمير ليج في وقت من الأوقات، نزل وبعد لما اتغيرت إدارته رجع تاني للبريمير ليج مثلا. ده جزء لابد ان انت تطور، ودي الميزه في النادي الاهلي. لو شفنا النادي الاهلي فكره الرعايه والاعلانات على التيشيرت، النادي الاهلي اللي بداها في مصر. لو شفنا فكره البث الفضائي، قناه فضائيه، ما فيش نادي في مصر عنده قناه فضائيه غير النادي الاهلي. النادي الاهلي دايما سباق في انه يطور وانه يشوف التجارب الجيده في العالم عموما، سواء في اوروبا او في غيرها. وبينقلها هنا. شفنا من فتره من الفترات الزياره اللي عملها مسؤول النادي الاهلي وبينهم المهندس خالد مرتجي، كان كابتن حسام غالي وقتها، كابتن امير توفيق، وكابتن محمد فضل، كلهم كانوا موجودين في نادي ريال مدريد. هم مش موجودين في نادي ريال مدريد لمجرد زياره وفيديو بيتصور وبيتعرض، لا، هم موجودين بيطلعوا على
افضل السبل الاداريه او طرق الاداره او طرق التعاقدات، وبيسالوا في تفاصيل كتير علشان لما يجوا يطبقوا هنا يعملوا ده. هو ده النادي الاهلي، هي دي طريقه اداره النادي الاهلي. والنادي الاهلي لو ما عملش كده ما يبقاش نادي الاهلي. يعني فرق شاسع ما بين النادي الاهلي في طريقه ادارته لاموره وادارته كمان حتى لازماته وبين اقرب نادي له في مصر. بالظبط، دي حقيقه. طيب فيما يتعلق بالفريق نفسه، رايك وتقييمك في الصفقات الجديده اللي انضمت للنادي الاهلي؟ يمكن انا شايف انه الاهلي دلوقتي بقى عنده اقوى سكواد موجود في الدوري في مصر، لانه كمان سكواد متكامل، مش فكره انه انا بشيل اسامي وبحط اسامي. بالظبط، مش فكره انه انا بمشي 15 لعيب واجيب 15 تانيين فيبقى القائمه بتاعتي عددها كامل. وتعاقدات مش بناء على انه لعيب شاط شوطه حلوه فجبته. الحاجات دي كانت ممكن تحصل زمان في انديه تانيه مثلا برضو. لا، انا احتياجاتي هنا في مركز مثلا خط الوسط انا محتاج 2 لعيبه جبتهم. لو محتاج لعيب هاف جبت، محتاج حارس مرمى هجيب، احتياجاتي ايه بنفذها. انا شايف ان الاهلي قدر يعمل ده في الميركاتو على مدار يناير وعلى مدار فتره الانتقالات الصيفيه، لانه كمان الاهلي كان محكوم بفكره القائمه الافريقيه، كان بيسابق الزمن ينهي الازمه دي اللي اتحاد الكوره هنا هو اللي صدرها له. صح، انه اداني مفيش مساحه وقت ان انا اقدر حتى احسم اموري بسهوله شويه. يعني انا اعتقد الاهلي نجح في انه يتعاقد مع لعيبه ويضبط اسعار اللاعبين في السوق في مصر. صح، في فعلا فتره فعلا الانتقالات الصيفيه. لو كان اتحاد الكوره بقى مديني فرصه طبيعيه زي بقيه الانديه كمان في او اي زي بقيه الدوريات في العالم انه الامور وترانسفير ويندو تتفتح في وقت مناسب قبل القائمه الافريقيه واقدر اجيب لعيبتي اللي انا محتاجها بدري شويه، كان ممكن كمان الوضع اختلف عن كده. فاعتقد لانه الاهلي نجح في فكره اداره الميركاتو مع الفنيات بقى. لو شفنا لعيب زي محمود متولي، اعتقد ان محمود متولي مع كابتن ربيع ياسين في المنتخب الشباب في 2013 في الجزائر كان هايل. مع النادي الاسماعيلي عمل سيزون اللي قبل اللي فات كمان كان احسن من ده. لكن ما ينفعش الوم محمود متولي على السيزون مثلا اللي فات انه ما كانش على نفس المستوى اللي قبله، لانه برده فريق الاسماعيلي اتغير من سنه لسنه. طبعا مثلا أكيد في عناصر، لكن في النهايه ما تقدرش تختلف على امكانيات محمود متولي كلاعب كوره. محمد مجدي قفشه من اللعيبه اللي فعلا لها مستقبل كبير جدا في الكوره في مصر. طبعا التحدي الكبير هيكون ارض الملعب في التدريبات. في تدريبات انت عندك مش فرقتين، انت عندك 3 فرق جاهزين، وده المطلوب عشان تنافس على كل بطوله دوري ابطال افريقيا، وهيبقى في منافسه على كل المراكز في التدريب. صح، الاهلي هو المستفيد من المنافسه دي واللعيبه نفسها. أكيد. يعني انا دايما بخاف لما يكون عندي كل اللعيبه جاهزه وكل اللعيبه كويسه، لانه بتحتاج مدير فني بشخصيه قويه تقدر تسيطر على غرفه خلع الملابس وتسيطر على اختياراتها في فكره تقسيم الموسم ما بين الدوري والكاس. صح، وافريقيا. كثرة عدد اللاعبين عمره ما كان أزمة. الفكرة هتوظفهم إزاي وهتعمل روتيشن إزاي وهتهندل اللعيبة دي إزاي، هي دي اللي فيها الصعوبة شوية. وطبعا الأهلي لما بيجيب مدير فني أعتقد أنه بيبقى في حساباته كل ده. يعني أعتقد أنه مجلس إدارة النادي الأهلي في حساباته أنه مارتن لاسارتي لابد أنه هيعمل ده. ومارتن لاسارتي ما اشتغلش مع لعيبه صغيره وهو برضه في مشواره التدريبي، واشتغل مع لعيبه كبيره. أكيد. وطور لعيبه كتير منهم جريزمان مثلا. كمان اعتقد انه تجربه التدريب في الليجا مش سهله. يعني أكيد طبعا. هو عمل مباراه انا فاكرها كويس جدا، كسب برشلونه 2-1، كانت مباراه كبيره مع سوسيداد. قدر يعمل مباريات كويسه، طلع لعيبه كويسه. نادي ريال سوسيداد كمان من الانديه الرخمه شويه في الدوري الاسباني، يعني ياما ضيع بطولات على الانديه الكبيره. فهو له تجربه جيده. فكره انه بس بيدرب لاول مره في افريقيا الناس لازم تستوعبها شويه. طيب هنا ده هيخليني اسالك على دور لجنه التخطيط للكره بالنادي الاهلي والقرار من البدايه من مجلس اداره ان يكون في لجنه للتخطيط للكره. مدى نجاح هذه الفكره ومدى نجاح هذه اللجنه؟ وفي الحقيقه احنا شايفين على ارض الواقع النجاحات في الحقيقه، لكن وجهه نظرك انت ايه؟ شايف ايه خصوصا فيما يتعلق بالاستراتيجيه اللي هتكون للفريق الاول لكره القدم خلال الفتره الجايه، او الانتدابات اللي جت النادي الاهلي حتى الان اللي كانت كلها بالتنسيق طبعا مع التخطيط للكره؟ انا شايف انه لابد من وجود لجنة تخطيط، أو حتى لو المسمى يتغير أيا كان. لجنة التخطيط هي بتقوم مقام التكنيكال دايركتور في الأندية الكبيرة في أوروبا. بالزبط. تمام. ده صمام أمان لقطاع الكورة في نادي الأهلي. المدرب موجود، المدرب مش موجود، في النهاية في رؤية وفي استراتيجية لقطاع الكورة في النادي الأهلي حاططها أبناء النادي الأهلي ومسؤولي اللي هم أحرص ناس على النادي الأهلي وعلى قطاع كرة القدم، وده الأهم. الاستراتيجية دي بتبان من سياسة مثلا التعاقدات، سياسة التعامل مع قطاع الناشئين، مع الإعارات بشكل كبير جدا كمان.
الاهلي ممكن الناس تكون مش واخده بالها، الاهلي عنده مش هنقول بقى فرقتين وثلاثه اللي موجودين دلوقتي، لا كمان عنده فريق في الاعارات او عناصر في الاعارات لعيبه كبيره جدا. الاهلي لما يحتاجهم سواء استثماريا انه هيسوقهم بعد كده اذا ما لهمش احتياج فني عند المدير الفني في وقت من الاوقات، فالاهلي هيكسب منهم. دي اسمها سياسه بقى كره القدم وسياسه قطاع كره القدم اللي هي بتعملها لجنه التخطيط، صح، وبتنفذها بالتشارك مع الجهاز الفني للفريق الاول. واعتقد انه اللي احنا شايفينه دلوقتي بيقول ان في نجاح للفكره، لانه الناس ممكن تكون بتقلق شويه من فكره لجنه الكوره، انه قبل كده كان في لجنه كوره وما كملتش ورجعنا تاني لانه كابتن خطيب هو المشرف على الكوره. لكن في النهايه لما خد قرار بوجود لجنه التخطيط ولما حصل تنسيق كمان مع الجهاز الفني مع الفريق كوره، في تفاهم، في نتائج على ارض الواقع. انك تعمل ميركاتو بالقوه دي، ان يكون عندك كل المراكز خلاص بقى فيها لاعب واثنين وثلاثه وجاهزين وعلى نفس المستوى، اعتقد ان ده نجاح للجنه التخطيط. بالظبط، اتكلمنا عن كل الصفقات بس ما اتكلمناش على اليو ديانج ومدى اهميه هذا اللاعب، وبالتحديد في مركز مهم قوي نص الملعب المدافع. عندك في بعض اللاعبين في هذا المركز، اليو ديانج، حسام عاشور، عندك حمدي فتحي بيأدي المركز ده كمان بشكل كويس، كريم نيدفيد بيقدر كمان يجيد في اكتر من مكان، عندك بعض العناصر اللي تقدر، وعمرو السوليه كمان في بالتحديد في هذا المركز. بتقيم ازاي صفقه اليو ديانج؟ انا شايف صفقه اليو ديانج صفقه مهمه جدا للنادي الاهلي، لانه حسام عاشور يعني قد يكون بيختتم مشواره مع النادي الاهلي في الفتره اللي احنا فيها، سواء قرر انه يكمل السيزون الجديد او قرر انه في وقت من الاوقات انه هيكتفي بهذا القدر وبهذا الكم الفظيع من البطولات ما شاء الله، يعني فبالتالي اليو ديانج من الصفقات المهمه. تواجده مهم برضه عشان يبقى برضه طبعا تواجده مهم، مفيش خلاف، لانه في النهايه كمان هو كابتن فريق على فكره طبعًا. مش دايما الفكره بتبقى صح. فنيه بس، لا، في ابعاد تانية لوجود لعيب معين عندك. في نفس الوقت حسام عاشور برضه اسم كبير وتاريخ كبير مع النادي الاهلي، فانا بتكلم في فكره انه انت دايما بيبقى عندك تواصل اجيال في المراكز بتاعتك او في فريق الكوره. فاليو ديانج من اللعيبه اللي هي بينطبق عليها حاجتين، انك هتستثمر فيه بعد كده ايا كان في اي وقت لو حبيت ان هو يبقى مش موجود، لكن في النهايه هتستفيد منه. في الاول هتستفيد منه ازاي؟ انه انت محتاج لعيب عنده القوه والسرعه ويكون قاطع كرات ويقدر يسلم صح، يستلم صح، بيأدي الجزء ده بشكل كويس في منتصف الملعب. اعتقد ان اليو ديانج من الناس شافته كمان، اليوتيوب بقى متاح لكل الناس، ناس بتدور، جمهور الاهلي كمان بيحب فرقته قوي فدايما يدور ويحاول يوصل ويشوف اللعيبه الجديده. فاليو ديانج لا مميز في المكان ده. اعتقد انه كمان اليو ديانج من خلال النادي الاهلي هينضم المنتخب المالي الاول في اقرب فتره ممكن، اكيد ان شاء الله، يعني اعتقد في تصفيات كاس العالم وتصفيات افريقيا اللي جايه هيكون موجود في منتخب مالي لما يبتدي يلعب مع النادي الاهلي ان شاء الله. كمان انا شفت الانترفيو بتاع اليو ديانج هنا في قناه النادي الاهلي، المينتاليتي بتاعته باينه رغم انه صغير في السن، لكن طريقه كلامه يمكن انا استها على سؤال اتسال وهو رد عليه رد مميز جدا، انه انت بتفكر ان الاهلي محطه للاحتراف ولا انت جاي عشان تعمل تاريخ هنا؟ قال انا هنا جاي ما ينفعش امشي قبل ما اعمل بطولات كتير جدا كويس، لكن كمان حتى لو ما جاليش ان انا احترف انا مبسوط جدا هنا في النادي الاهلي. هو ده اللعيب اللي يبقى المفروض يبقى موجود في النادي الاهلي، هي دي العقليه المطلوبه، هي دي العقليه المطلوبه للعيب المحترف اللي يبقى موجود في النادي الاهلي. زي ما بنشوف علي معلول دلوقتي، علي معلول دايما يقول انا مبسوط في النادي الاهلي وانا حابب ان انا اكون موجود في النادي الاهلي. هو ده اعاده ضبط لفريق الكوره بعد فتره كانت صعبه قوي قبل ما يجي كابتن محمود الخطيب. فالثمار باينه دلوقتي، بس كان لازم الناس تصبر الفتره اللي فاتت شويه. مش عايزين ننسى كمان استمرار رمضان صبحي وتمديد اعارته، ده شيء مهم. انا شايف ان رمضان ده من ابناء النادي الاهلي ومن اللعيبه اللي عندها شخصيه النادي الاهلي، ودي تفرق كتير جدا مع اي لعيب. فاعتقد لا رمضان وجوده مهم، ورمضان من العناصر المظلومه قوي ان الناس جايه عليه جدا بسبب تجربه احترافه، وانا شايف انه لا بالعكس رمضان واحد من اولاد النادي الاهلي. انا ممكن اكون كنت معترض على خروجه في السن ده انه يطلع على بريمير ليج مره واحده في السن ده، وثبت انه محتاج شويه يطور اداء وياخد خبرات اكتر، لكن في النهايه وجوده في النادي الاهلي انا شايف انه من اهم العناصر اللي موجوده في النادي الاهلي. اكيد. طيب ده فيما يتعلق بالنادي الاهلي. عندنا بقى كلام كتير جدا عايزين نتكلم فيه محليا وافريقيا وعالميا. نبتدي محليا، ومفروض ان خلاص في وفد من الفيفا جاي عشان يقف على كل الامور الخاصه باتحاد الكره وامكانيه الموافقه على وجود لجنه تدير الاتحاد خلال الفتره الجايه. بتشوف الزياره دي ازاي من وفد الفيفا؟ وهل زي ما احنا سامعين كده ان الاقرب فعلا يكون في موافقه طبقا للتقرير اللي هيتم اعداده بعد هذه الزياره وبالتالي يتم اصدار قرار من الفيفا؟ انا شايف انه لجنه الفيفا هتاخد قرار وحيد مالوش اي اختيارات اخرى. ايوه، نفس اللجنه دي لما كانت السنه اللي فاتت بتتعامل مع موقف الاتحاد الغاني بعد يعني استقاله رئيسه او اقالته، رفضت فكره التدخل الحكومي كالعاده، نفس الكلمه اللي بتتقال من الفيفا كل مره.
لكن تقول لك اه ممكن نعمل لجنه خماسيه، اللجنه الخماسيه دي تتعرض على الفيفا الاول والفيفا هو اللي يوافق ويختار، ممكن انت تعرض عليه مثلا 20 اسم هو يختار منهم خمسه، ممكن هو يختار اسماء ثانيه خالص ويقول لك هم دول اللجنه اللي هتكون موجوده. صح. هو ده اللي هيحصل. يعني في النهايه الموضوع اذا ما تمش بالتنسيق هيبقى في ممكن صدام شويه مع الفيفا، لكن اعتقد ان ده مش هيحصل. يعني اعتقد انه الامور هتبقى توافقيه جدا وهيتم تشكيل اللجنه اللي هتدير اتحاد الكوره حتى نهايه الدوره الاولمبيه اللي جايه علشان انتخاباتها تتعمل في 2020 بعد الاولمبياد، لا تبقى متمشيه مع الدوره الاولمبيه مع انتخابات الاتحاد هيحصل. لكن ده برضو في النهايه لابد نعرف ان ده استثناء، لانه اللائحه بتقول ان هو 3 شهور وانتخابات. صح. مدير التنفيذي 3 شهور انتخابات. احنا مش عايزين نعمل ده. اوكي خلاص حط لجنه مؤقته. اللجنه المؤقته هتعمل ايه؟ انا شايف ان ده برضو كان يعني موقف صعب لاتحاد الكوره في مصر، لانه انت عندك تصفيات كاس عالم وعندك تصفيات امم افريقيا. صح. وما زلت ما حسمتش حتى الجهاز الفني بتاع منتخب مصر لحد دلوقتي. فبالتالي الموقف محتاج يتم حسمه بشكل اسرع من كده. انا اعتقد انه خلال 48 ساعه او يعني بعد العيد هيكون الموضوع انتهى تماما. يعني هيكون في لجنه، هو المؤكد في لجنه مؤقته هتبقى خماسيه، ما زال بقى في خلاف على الاسماء، مين بيرفض مين بيقبل مين مش عايز مين معتذر دلوقتي، هنحط عنصر نسائي ولا لا. توجه الكره النسائيه دلوقتي بقى كتير ولازم انه اتحاد الكوره يبتدي يدير الملف ده بشكل مختلف شويه، لانه في فرصه اكبر انك تلعب كاس عالم، لانه الفيفا اعلن زياده عدد المنتخبات المشاركه في كاس العالم للكره النسائيه تبقى 32 منتخب، فاعتقد ان ده هي 24 منتخب حاليا اللي هي اخر نسخه اتلعبت في فرنسا، وبعد ما نجحت النسخه دي هم شايفين انه خلاص 32 منتخب، 32 منتخب ده رقم بيمكن افريقيا بعد ما شاركت، هي شاركت اعتقد جنوب افريقيا والكاميرون نيجيريا أعتقد. والكاميرون ونيجيريا الثلاث منتخبات دي هي اللي شاركت عن افريقيا في كاس العالم للكره النسائيه، لو في منتخب رابع ففي فرصه لمنتخب مصر انه يكون موجود. فاعتقد انه برضو الملف ده محتاج ينظر له بشكل مختلف شويه. ملف المدير الفني لمنتخب مصر بتشوفه ازاي؟ وخلاص هو مدير فني هيكون وطني وفي اسماء كتير مرشحه، وفي خبر معايا يعني كنت اتكلمت فيه قبل الفاصل، وهو من يلا كوره لما كانوا بيقولوا ان الكابتن عماد النحاس بيكشف عن 5 اسماء بيرحب ان هو يكون مساعد معاهم، يعني 5 اسماء اللي طبقا للخبر: حسام البدري، حسام حسن، ايهاب جلال، طارق العشري، طلعت يوسف محافظ الارقاب. طبعا يعني بتشوف الملف ده ازاي بتعديه؟ يا هو كابتن عماد النحاس ذكي جدا ما خلاش حد ما جابوش، هو قال كل الاسماء. هو مدرب قدير في الحقيقه كابتن عماد النحاس طبعا يعني. لو مدرب بيطور نفسه هادي برضه، عارف الناس اللي بتشتغل في هدوء من غير جعجعه كتير ومن غير كلام كتير، هي دي اللي بتبتدي تاخد منها شغل ويبان لها شكل وشخصيه. يعني كابتن عماد النحاس من الناس دي. اعتقد ان ملف المدير الفني هيكون مدير فني توافقي. توافقي يعني بمعنى ايه؟ توافقي بمعنى ما ينفعش يتم استقدام مدير فني او اسناد مهم تدريب منتخب مصر لمدير فني الجمهور ما بيحبوش مثلا، مش هيلقى الدعم الجماهيري، لانه انت في مرحله محتاج انه استقرار حوالين المنتخب، محتاج دعم من الجمهور للمنتخب، لان الجمهور كان غير راضي تماما عن الاداء اللي حصل في امم افريقيا اللي فاتت، وعن طريقه شغل حتى اجري وجهازه وتشكيل الجهاز المعاون له والمعاونين بتوعه ووكيل اللاعبين اللي كان بيتدخل في الاختيارات، ولان هو نفس الوكيل اللي بيتعامل مع اجري، فكان الموضوع مختلف شويه وحساس زياده. فبالتالي انا اعتقد انه الاقرب قد يكون حسن شحاته. الاقرب كابتن حسن شحاته. حسن شحاته تمام. لانه اي اسم تاني هيبقى عليه بعض الجدل. تمام. فانا اعتقد انه ده هيكون موجود. كابتن ربيع ياسين ظهر في الصوره برضو الفتره اللي فاتت، راجل حقق انجازات مع منتخب الشباب ولعب كاس عالم برضو موجود ضمن المرشحين، لكن انا شايف انه التاريخ اللي عمله كابتن حسن شحاته مع منتخب مصر الاول وحصوله على 3 بطولات افريقيه مشاركته في كاس القارات، كان قريب من انه يتاهل لنهائيات كاس العالم، اعتقد انه حتى مع تقدم السن هو مازال مرشح. انا مش شايف السن دايما بيبقى عامل مؤثر قوي على المدير الفني، طالما المخ يبقى شغال، طالما هو قادر وشخصيته قوية زي ما هي. يعني مثلا اقول لك حاجة، مانويل جوزيه لو اسم لو اتطرح في اي وقت انه يدرب النادي الاهلي، مانويل جوزيه معروف بشخصيته مثلا وادائه وتاريخه كمان مع النادي الاهلي. نفس الكلام لما نتكلم على حسن شحاتة مع منتخب مصر، ولو انه انا شايف كبير مع منتخب مصر، كنت اتمنى كمان بقى انه دايما انه ترشيحات حتى تدريب منتخب مصر تروح لمدربين شباب شوية. يعني انا مش شايف انه غلط ان انا اجرب مدرب شاب الفترة اللي جاية. يعني لو اتكلمت مثلا عن
عن عماد النحاس. ليه ما ياخدش فرصه؟ يعني هي مغامره، يعني مغامرة. انا ممكن اكون بطرح مغامره. هل دلوقتي منتخب مصر توقيت مناسب بالنسبه له ان هو ياخد مغامره دلوقتي؟ انا شايف انه يعني رغم الظروف اللي احنا فيها وخروجنا من بطوله الامم الافريقيه وعندك تصفيات الامم الافريقيه وعندك تصفيات كاس العالم. هقول لك حاجه، احنا ما خططناش اصلا للكوره في مصر. احنا ما خططناش اصلا، ما خططناش بالظبط للكوره في مصر طول السنين اللي فاتت. فحاول تخطط واعمل بقى مغامره شويه بس محسوبه، يعني ابتدي خطط وبعارف انت بتعمل ايه، لانه برضو فكره انك بتدور في فلك خمس ست اسماء هي بس اللي مرشحه طول الوقت انها تمسك المنتخب دي غريبه جدا. ومعناها ان انت ما عندكش حد بيتطور وما عندكش حد بيسعى انه يكون موجود، وده مش حقيقي. يعني انت بتشوف في الدوري علي ماهر، بتشوف عماد النحاس، شوف دلوقتي مجدي عبد العاطي صعد باسوان من الدرجه الثانيه. مدربين بتكافح على انها تبقى بتحاول. موجوده على الساحه، فبالتالي الناس دي كمان كلها من حقها ان هي يتبص لها في الشغل مع المنتخبات. الموضوع برده مش حابب ان الفكره تبقى مقفوله دايما على بعض المدربين. في جزئيه مدير المنتخب بقى كلام كتير على بعض الكوادر الاداريه المميزه، يعني بعض يقول لك مثلا كابتن احمد حسن، كابتن حسام غالي، كابتن محمد فضل. بتشوف المنصب ده ازاي بالتحديد، ومين اقرب من وجهه نظرك؟ انا لو تسالني اتمنى حسام غالي بشخصيته وبخبراته وباسمه الكبير في عالم كره القدم في مصر وبتجربته الرائعه والناجحه جدا مع نادي الجونه. فعلا يعني حسام غالي وجوده ضبط اداء نادي الجونه في الدور الثاني بشكل مميز جدا. هفكرك بس بمشهد صغير كده، بعد مباراه الزمالك كان وارد ان يحصل اشتباكات بين لعيبه الجونه ولعيبه الزمالك في المباراه الاخيره في الدوري. فعلا حقيقه الحكم صفر من هنا سبرنت حسام غالي، لعيبته كلها خرجها، انتهى الموقف في ثانيه بحسن تصرف من مدير كوره. فشخصيته واضحه مع اللعيبه، مجرد ما نزل شخصيته قويه. ده حسام غالي. لكن انا معلومتي ان حسام غالي مستمر في تعاقده مع نادي الجونه ومكمل، حتى لو منتخب طلبه، انه لم يعرض عليه المنتخب اصلا. لو تم عرض ما اعتقدش انه برضو الامور هتكون بهذه السهوله، لانه هيفكر دايما في الجهاز الفني اللي معاه هيكون مين. هيبقى بالزبط. موضوع متكامل، مش فكره انه منصب هو حابب يكون موجود فيه، واكيد منصب كبير، واي حد يتمنى انه يشتغل مع منتخب مصر. اي حد مصري لازم يجي له فرصه انه يخدم منتخب مصر يعمل كده. احمد حسن عمل كده لما كان موجود في الجهاز الفني مع كابتن شوقي غريب، كابتن محمد فضل لما طلب منه انه يكون مدير بطوله امم افريقيا ما تاخرش وكان موجود وادى اداء الناس كلها شهدت له انه نجح جدا. لكن انا شايف انه كابتن محمد فضل ما يفكرش في حته مدير منتخب دي يعني ما اعتقدش ان هي مناسبه له دلوقتي. عموما هنشوف خلال الايام القادمه ما ستصفر عنه او جهاز المنتخب بالتحديد هيكون مين، مكون من بعض العناصر سواء مدير منتخب او مدير فني. ان شاء الله نتمنى كل التوفيق للي هيتولى المسؤوليه. عايز سريعا في اجازه اتكلم عن الاتحاد الافريقي وبالتحديد فيما يتعلق بمشكله الوداد والترجي، وفي لجنه انضباط بعد بكره واجتماع وتم ارسال خطاب للنادي الترجي الاتحاد التونسي بالتحديد. المشكله دي بتشوفها ازاي سريعا في الاتحاد الافريقي، عشان عايز اروح عالميا على اخبار كتيره قوي نتكلم فيها. هو الاتحاد الافريقي هنقول انه ما زال الصراع بين طارق بوشماوي وفوزي لقشع هو اللي بيحكم ازمه الوداد والترجي لحد دلوقتي. تمام. اعتقد ان فوزي لقشع حارب كتير جدا على فكره انه لجنه المسابقات اللي رئيسها طارق بوشماوي مش هي اللي تدير الازمه، وده ما كانش هيحصل. طارق بوشماوي ما كانش هيبقى في المشهد وقت اداره الازمه. لكن في النهايه عمري اللي هو النائب الثاني لاحمد احمد هو اللي هتحول له الملف او يحول له الملف في الاجتماع اللي جاي، هيكون هو رئيس لجنه المسابقات في القصه دي. الغريبه ان في تضارب بين لجنه المسابقات وبين لجنه الانضباط. لجنه الانضباط شايفه ان ده الملف بتاعها. ريمون هاك انا كلمته ونشرت تصريحاته. ريمون هاك شايف انه الملف لازم يتحول له، وبعد ما يتحول له هو هيحسمه مباشره. تمام. لكن في النهايه ريمون هاك شايف ان في تضارب في الاختصاصات وفي اللائحه ما بين لجنه المسابقات وما بين لجنه الانضباط. دي مشكلة. ولذلك هو دايما يضرب المثل بايه؟ بازمه الاسماعيلي السنه اللي فاتت. يقول لجنه المسابقات تاخد قرار ان تطلع الاسماعيلي بره البطوله، لما القرار رجالي انا في لجنه الانضباط انا رجعت النادي الاسماعيلي. صح. تمام. فبيقول لك انه اصلا مش من حق لجنه المسابقات ان هي تناقش ده. لكن فوزي لقشع مصمم ان لجنه المسابقات هي اللي تناقش مش لجنه الانضباط. فاعتقد ان القصه دي هتطول شويه. هتطول. طبعا نادي الزمالك نفسه تطول قوي، بيحلم بكاس العالم للانديه، بس كاس العالم للانديه لازم يجي عن طريق دوري الابطال. طبعا. يعني بلاش فكره ان الناس تعشم جمهور الزمالك بانه انت من الكونفدراليه هتلعب كاس العالم للانديه. الحكايه دي في الكوميكس على فكره. فاللي اقصده انه الازمه لو طولت هيتم حسمها قبل كاس العالم للانديه برضه.
وممثل افريقيا في كاس العالم للانديه هيكون الترجي او الوداد، واعتقد ان البطوله هتروح للترجي، ده توقع شخصي يعني. لكن هتفرق كتير قوي او هتبين حاجات كتير جوه الاتحاد الافريقي خصوصا الفتره اللي خلاص. جايه لا كمان الفتره اللي جايه هيبقى شكلها ايه، الفتره اللي جايه صعبه. تمام. نادي الاهلي قوه كبيره جدا في افريقيا، لابد ان الاتحاد الافريقي كمان يبقى عارف قدر النادي الاهلي في الفتره اللي جايه ما يحصلش اللي حصل السنتين اللي فاتوا. صح. طيب نروح عالميا. عالميا بقى سريعا، امبارح كان في مباراه مانشستر سيتي وليفربول، الدرع الخيريه، مانشستر سيتي كسب ضربات الجزاء 5-4، ورغم ذلك الصحف الانجليزيه بتشيد جدا باداء محمد صلاح. شفت المباراه دي ازاي امبارح؟ شفت المباراه الحقيقه، ما تخيلتش ان دي بدايه موسم الدرع الخيريه بالنسبه لانجلترا، مباراه وديه بالظبط في الاول وفي الاخر. لكن لو شفت الاداء، شفت والكر وهو بيطلع كوره صلاح في اخر لحظه بحركه كونغ فو فعلا يعني، والروح الكبيره، الهجمات الكتير، النحس بتاع ليفربول في حته خط المرمى يعني في كره فيرجيل فان دايك زي الدوري السنه اللي فاتت. يعني انت بتتكلم في حاجه طبعا بدايه قويه جدا للموسم. انا شايف ان محمد صلاح زي في المانيا ماتش بايرن ميونخ وبورتو دورتموند كان حاجه قويه جدا بصراحة. يعني بصراحه ومحدش كان يتخيل على فكره دورتموند يقلب النتيجه في الشوط الثاني كده بالهدفين اللي جم ورا بعض وانه يكسب البطوله بالظبط. لكن خلينا نقول كمان انه بدايه الموسم في انجلترا قويه جدا، واضح واضح ان السيزون هيبقى قوي جدا. فمحمد صلاح انا شايف انه قدامه فرصه كمان لزياده التالق كويس. قدامه فرصه لانه يقول انا احسن لاعب افريقي في التاريخ، انه انا ان شاء الله اوصل لاكبر عدد من الاهداف في الدوري الانجليزي. انا شايف محمد صلاح كده قادر، وانا اتمنى انه يعمل كده. طيب. وشايف انه يقدر يعمل ده. طيب اغلى صفقه او اغلى مدافع في التاريخ النهارده هاري ماجواير، انتقل من ليستر سيتي لمانشستر يونايتد ب 80 مليون جنيه استرليني، وكان قبليه اغلى مدافع فان دايك ب 75 مليون جنيه استرليني، انتقل ليفربول من ساوثهامبتون. بتشوف الصفقه دي ازاي ومدى افادتها لمانشستر يونايتد؟ لا انا شايف مانشستر يونايتد لسه قدامه سنين شويه، سنتين ثلاثه كمان على الاقل من الاستثمار في الفريق ومن الاستقرار الفني سواء مع سولشاير او مع مدرب تاني علشان يقدر يرجع مانشستر يونايتد اللي بينافس. احنا دلوقتي شايفين حتى الراي العام في انجلترا انه ليفربول بينافس مانشستر سيتي، حتى تشيلسي خرج من المشهد بالظبط. فاعتقد انه التغير في الكره الانجليزيه صعب شويه، فمانشستر يونايتد حتى مع ماجواير هو في نهايه تدعيم، لسه محتاج لعيبه كمان، لسه محتاج حتى انه يستقر. وجاب كمان ارون وان بيساكا برضو. بس الاداره الفنيه هل هتستقر السنه دي؟ لانه انت بتتكلم في مورينيو، ديفيد مويس، مورينيو، لويس فان خال، سولشاير. طيب ازاي يعني؟ ده مانشستر يونايتد اللي قعد 28 سنه مع سير اليكس فيرجسون، الموضوع طبعا صعب شويه. طيب برضو من ضمن اخبار محترفينا بالتحديد محمد النني، يعني الموضع بالنسبه له ايه حتى الان تبقى لمعلوماتك؟ ارسنال عندهم ليونه شويه او مرونه شويه ان هم يبيعوا محمد النني، والانتقالات في انجلترا قربت تقفل خلاص، لكن هيبقى عنده فرصه ان هو يروح حته ثانيه بره انجلترا لو قفلت في انجلترا. قبل نهايه باب الانتقالات اعتقد انه النني هيكون خارج ارسنال، بس إعارة مش على سبيل البيع النهائي. إعارة. طيب وردة في عرض من أبروس سريعا. عمرو وردة، العرض اللي من أبروس ده حد حب يساعده من اللاعبين السابقين لباوك اليوناني المصريين، لكن للأسف وردة لم يستجيب. لم يستجيب. طب هيبقى الوضع بالنسبة له إيه؟ مجمد. دي مشكلة كبيرة. أكيد نتمنى للكل كل المصريين المحترفين في الخارج كل التوفيق. يا عمر انت نورتني وشرفتني، وانا كنت سعيد جدا حبيبي. انا وفي الحقيقه كان عندنا اسئله كتير جدا كنا عايزين نتكلم فيها عالميا كمان بالتحديد. الحلقات جايه ان شاء الله. جايه ان شاء الله باذن الله. بشكرك يا عمر، شكرا جزيلا. كان ضيفنا العزيز في الفقره الثانيه من حلقه كلام في الميديا النهارده الاستاذ عمر البنوبي، اتكلمنا في ملفات عديده جدا على الساحه المصريه الرياضيه المصريه والافريقيه والمحليه والعالميه وكل ما يتعلق كمان بالنادي الاهلي. دي كانت حلقتنا النهارده من كلام في الميديا، استنونا حلقه جديده ان شاء الله. الى اللقاء.